طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي ان شاء الله الأوبستاتريك الترا ساوند. في الاول بالنسبه للأوبستاتريك الترا ساوند، في الحقيقه الأوبستاتريك الترا ساوند يعني كبير قوي، فانا قسمته الحاجات اللي احنا بنشوفها في الفيرست ترايمستر وفي السكند ترايمستر، وهنتكلم على بعض الانوماليز على حسب ما يتاح لينا الوقت. يعني اول حاجه بتقابلنا اللي هي الفيرست سونوجرافيك ايفيدنس اوف بريجننسي. السونوجرافيك ايفيدنس اوف بريجننسي ان انا جايه لي واحده لسه في فيري ايرلي ميسد بيريود وعايزه تعرف هي بريجننت ولا لا. بس اللي بيقابلنا اكتر كارديولوجيست انها واحده تكون بريجننت وهي مش عارفه، وجايه مثلا بجاسترو انتستينال ابسيت وجايه بهارت بيرن وهي مش عارفه انها بريجننت، وبعدين احنا نكتشف واحنا بنبص على البلفس ان في جستيشنال ساك بريزنت. فامتى بقدر اشخص البريجننسي بالالتراساوند؟ الفيرست سونوجرافيك ايفيدنس اوف بريجننسي ات 24 دايز بوست فيرتيلايزيشن، اللي هو لما نحسبها هنلاقيها اباوت 5 ويكس. يبقى الايرلي ايفيدنس سونوجرافيك ايفيدنس اوف بريجننسي اللي هو في الفيفث ويكس اوف جستيشن، بنلاقيها within the uterine corpus as an echogenic ring with hypoechoic interior. يبقى احنا لما نوصف الجستيشنال ساك في الفيري ايرلي بريجننسي هتبقى عباره عن echogenic ring with hypoechoic interior. الاذر ايفيدنس اوف بريجننسي اللي ممكن نشوفه بالابدومينال التراساوند اللي هو ذا بريزنس اوف كوربس لوتيوم اوف بريجننسي ان وان اوف ذا ادينكس، وان اوف ذا اوفرز، هنلاقي فيها الكوربس لوتيوم اوف بريجننسي، وهنعرف الكوربس لوتيوم بيطلع امتى والسايز بتاعه قد ايه وده وكل الحاجات دي كلها. يبقى خلاص، يبقى الفيرست سونوجرافيك ايفيدنس اوف بريجننسي ان انا الاقي ويل ديفايند ايكوجينيك ساك وذ هايبو ايكويك انتيريور انسايد. طبعا بالترانس فاجينال التراساوند بتبقى more accurate. الجستيشنال ساك is imaged first in the longitudinal plane. عشان اقيس الجستيشنال ساك صح مفروض ان انا بجيب اللونجيتودينال بلين والترانسفيرس بلين وبحسب الفوليوم اوف ذيس ساك، لكن هو بيبقى على حسب الاجهزه اللي احنا شغالين عليها. في بعض الاجهزه بيبقى فيه بيقيس بس المين الماكسيمم ساك دايامتر وبيحسب عليها الجستيشنال ايج. الميجرمنتس زي ما احنا شايفين كده ازاي بنقيس الجستيشنال ساك. عندنا في ده اللونجيتودينال فيو، ده طبعا ترانس فاجينال عشان كده باين اوضح. دي اللونجيتودينال فيو اوف ذا ساك ودي الترانسفيرس فيو. بجيب الثلاثه دايمنشنز واحسب الفوليوم بيطلع لي ده مور اكوريت ميجرمنت اوف ذا جستيشنال ساك. بحسب الفوليوم ولا بجمعهم واقسمهم على ثلاثه؟ لا، هو الجهاز لو لا مش على ثلاثه، على اثنين. لو الجهاز ما بيحسبش الفوليوم بنضربهم وبنقسمهم على اثنين. بنضربهم ده الفوليوم اوف الليبسايد في اي حته، ان انت بتضرب المفروض بتضربهم يا اما بتضربهم في بوينت 5 الادق، يعني بتضربهم في بوينت 5 3 او بتقسمهم على 2. ده الفوليوم في اي مكان. الفوليوم ده المين ساك دايامتر، ده غير الفوليوم. المين ساك دايامتر غير الفوليوم. ده الديسيدوال الساك اهي، لما بنشوفها بالترانس فاجينال بنقدر نشوف الوول اوف ذا ساك دي عباره عن ايه. تبقى عباره عن الديسيدوا كابسولاريز اللي هي بتطلع الامنيوتك ساك بعد كده، والديسيدوا بيزاليز اللي هي في الوول اوف ذا ساك. في هنا الديسيدوا كابسولاريز ودي الديسيدوا بيزاليز. عشان كده في الايرلي بريجننسي بنلاقي ان الامنيوتك ساك بتبقى سيبريت من الكوريونيك بليت وبنقدر ان احنا نشوفها كسيبريت لاين. طبعا ده اكتوبيك بريجننسي هنقوله بعد شويه. ده الرول بتاع الترانس فاجينال في الفيري ايرلي بريجننسي. الديفلوبمنت اوف ذا فيرست ترايمستر بقى امبريو. يبقى احنا خلاص كده لقينا ان في جستيشنال ساك. في الاول 5 ويكس ما بنلاقيش فيتال نود انسايد، وده لما بنعلق عليها في تقاريرنا بنقول ان ده ايرلي بريجننسي فور فولو اب. ما اقدرش اقول اكتر من كده لان هو ممكن ما يكونش، ممكن هتبقى بلايتد اوفن بعد كده، ممكن هيحصل اي مشكله طالما ان انا مش شايفه الامبريو انسايد. الامبريو المفروض بيظهر امتى؟ من 6 to 8 weeks the embryo appears as uniform echogenic structure. وكل كلمة بقولها بتبقى ليها معنى uniform echogenic structure، لان هو لما الامبريو ده بيضاي بيبقى muffled structure، وهنشوف examples للدايد امبريو. يبقى from 6 to 8 weeks embryo appears as uniform echogenic structure within the gestational sac.
At 8 weeks head and trunk can be identified وبيبقى الهيد تو ترانك ratio. ادي الهيد وادي الترانك of the of the of the fetal node. الهيد تو ترانك ratio بتبقى تقريبا 2 to 1. يبقى اول حاجه بتديفلوب في الامبريو هو الهيد, فهنا الهيد تو ترانك ريشيو بيبقى 2 تو 1. فيسيولوجيكال امبلايكال هيرنيا may be seen in few cases. At 9th week بيبتدي يظهر limp buds. At 9th week بيبتدي يظهر limp buds. At 11 weeks بيبقى فيه increased differentiation of the skull, trunk, limbs and of the organ system established during this embryonic period. With progressive ossification of the skull بيبتدي يحصل ossification للفرونتال بون الاول والاوربت, وبعدين يبتدي يحصل ossification لبقيه السكال. الاوستيفيكيشن ده طبعا بيفيدنا في حالات اللي فيها decreased bone density, osteogenesis imperfecta والحاجات الثانيه. الاسسمنت اوف ذا فيتال سباين بتبقى باي 12 ويكس. باي 12 ويكس بقدر ان انا اسس الفيتال سباين, اقدر اتاكد اذا كان في اي ديفكت في السباين اللي هي سباينا بيفيدا باي 12 ويكس. يبقى ده السيكونس اوف امبريو ديفلوبمنت. يبقى نقول تاني by 8, by 6 to 8 weeks يبقى the embryo develop as uniform echogenic structure within the gestational sac. By 8 weeks بيبقى الهيد تو ترانك ريشيو 1 to 1 and then 1 to 1, يعني الاثنين قد بعض 50%, يعني الهيد تو ترانك ريشيو 50%. بعد كده by 11th week بيبقى فيه increased differentiation. The most accurate measurement of the fetus هي the crown rump length. The most accurate measurement هي the crown rump length. ودي لو حد عنده miscalculation يبقى بنعتمد عليها في the calculation of the expected date of delivery. وعشان أقيس the crown rump length صح لازم أكون البيبي مفرود, الفيتس يكون مفرود مش عامل curving, و not included the secondary yolk sac with us. هنشوف examples كده. انا عندي هنا ده الفيتس اهو, شايفين هنا اهي 1 تو 1, شايف الهيد دي الهيد وده الترنك. الجزء اللي بره ده السكندري يوك ساك, it is not included in the measurement. انا لما بقيس زي ما انا شايفه بالكاليبرز كده يبقى انا بقيس من الهيد لحد اللور بارت, يبقى ده الكراون رامب لينث اوف ذيس فيتس. يبقى الليمب is not included in the measurement. لو في excessive curling بستنى لما الفيتس يعمل extension عشان اقيسه صح. واليوك ساك او اي حاجات موجوده في الساك is not included in the measurement. This is the crown rump length also. ده الفيسيولوجيكال امبلايكال هيرنيا اللي احنا بنشوفها في الايرلي بريجننسي. دي الامنيوتك ساك, عشان في ناس لما بتشوفها كده بتفتكر ان ده separation. It's not separation, it is the normal in early pregnancy ان انا الاقي الامنيوتك ساك separate من الكاريونيك بليت, ولما البريجننسي بيبتدي يكبر الاثنين بيلزقوا في بعض. يبقى دي الفولد بتاعت الامنيوتك ساك. The first thing to develop in the brain of the baby is the midbrain اللي هو الفيتال سنترز. فاول حاجه بتطلع هو الميدبرين, وبقيه البرين بيبقى هايبو ايكويك قوي. فعشان كده في الايرلي في الفيري ايرلي بريجننسي ما نقولش البيبي ده عنده هيدروكيفلس. انا شفت فيه تقارير كتير بتبعت الفيتال هيد على انه الفيتال برين ده فيه ابنورماليتي. لا, هو في الايرلي بريجننسي الفيتال برين بيبقى فيري هايبو ايكويك لدرجه ان انا افتكره سيستيك ستراكشر. دي الليمب بادز اهي, ودي برده الامنيوتك ساك. السكندري يوك ساك هي عبارة عن ايه؟ secondary yolk sac بتبقى small rounded structure beside the fetal node. ادي الفيتال نود, وبرده ازاي بنقيس الكراون رامب لينث. ده normal deciduous reaction surrounding the fetus, ودي secondary yolk sac. secondary yolk sac المفروض بتأبير by 6 to 7th week as an echogenic structure like located beside the embryo. And its diameter increases from 3 mm to 7 at 7 weeks up to 6 mm by 11 weeks. And after 11 weeks المفروض ان السكندري يوك ساك بتديسابير. ليه secondary يوك ساك؟ دي حاجه في الامبريولوجي بقى, احنا دخلنا في الامبريولوجي بتاع البيبي. هي secondary يوك ساك لانه هي حاجه في الديفلوبمنت بتاعت الامبريو اللي هي بيتكون منها الامنيوتك ساك. وفي secondary يوك ساك هي دي اللي بتفضل. الامبريو ده الامبريولوجي ده عايز محاضره لوحده. هي اللي بتظهر في الفيتس اسمها secondary yolk sac, very small rounded structure
present inside the amniotic sac of the baby نسميها secondary yolk sac. هل ليها اي فايده؟ اول حاجه ان هو بنديتكت السايز بتاعها. في بعض الفيتسز اللي عندهم كونجيتال انوماليز بنلاقي السكندري يوك ساك دي ممكن تبقى فيري لارج، او انها تبقى بيرسيستنت افتر 11 ويكس، يبقى ده في ابنورماليتي، يبقى لازم اعمل فول سيرفي اوف ذا بيبي فور ديتكشن اوف اني انوماليز. الكوربس لوتيوم اوف بريجننسي ات كان بي سين ان ذا ايرلي بريجننسي از اثموس بوردرد هايبو ايكويك سيستيك ماس دبل 3 دي ودبل 2 دي next to the uterus في واحد من الاوفرز المفروض. it usually disappear by 16 weeks. يعني لو انا لقيت سيست في الاوفري، ودي كتير قوي في الحقيقه، من الناس بتبعت لنا تقول ده في سيست في الاوفري، السيست في الاوفري دي up to 16 weeks دي corpus luteum، حتى لو هي مش كلير ساعات بيبقى هيموراجيك corpus luteum سيست، after 16 weeks يبقى ده سيست في الاوفري associated سيست في الاوفري مع البريجننسي. يبقى before 16 weeks it is a corpus luteum cyst، after 16 weeks يبقى ده cystic ovary. نيجي بقى للدس، ده كده normal appearance of the fetus في early pregnancy. الdisorders of early pregnancy، ايه الdisorders of early pregnancy اللي انا ممكن الاقيها؟ الجدول ده مبين لنا كل الdisorders of early pregnancy. اول disorder ممكن يحصل at the period of implantation بنسميه implantation bleeding، وده بيحصل 3 to 4 weeks يعني just at the time of implantation. ده مشكلته ايه؟ هو ده مشكلته هي لسه ما بقتش عندها missed period عشان تقول انها pregnant، لكن مشكلته ان هي ساعات بتفتكر ان دي menses، وده اللي بيعمل miscalculation اللي هو ساعات اللي people بيسموه الحمل الغزلاني، ان هي تبقى بيجيلها المنسس وهي حامل، فده بيبقى نتيجة للimplantation. ونعمل بعد كده سونار نلاقي البيبي اكبر من حجمه شهر لان هو حصل implantation في البيريود دي. دي بس الـ only هيكون لسه الـ missed period ما جاتش، ده 4 weeks يعني لسه ما حصلش missed period. ولو عملنا سونار في الوقت ده ساعات ممكن لو حد بياخد كلوميد او كده بيبقوا ايجر قوي ان هم يبقوا pregnant، فلو عملنا سونار في الوقت ده مش هنلاقي حاجه غير ان احنا ممكن نلاقي شويه free fluid في الاندوميتريال كافيتي فقط. From 5 to 20 weeks ده الميسد ابورشن. ميسد ابورشن احنا قبل 12 weeks بنقول عليه ميسد ابورشن، وبعد 12 weeks بنقول عليه intrauterine fetal death. فالميسد ابورشن ان انا الاقي no embryonic activity present، وممكن الاقي فيه disorganization of the gestational sac، وهنشوف examples للمناظر بتاعتهم كلها. By 5 to 20 weeks the incomplete abortion. Some retained products of conception are non-specific disorganized material inside. في الحالة دي لازم بتروح تعمل DNC. By 10 to 20 weeks early subchorionic hematoma ممكن الاقي، او placental abruption. ما بقولش عليه بقى في الايرلي، ما بقولش placental abruption، قبل ما تتكون البلاسينتا بقول عليه deciduous separation. Early بشوفها ازاي؟ بشوفها as ecopore crescentic fluid collection beside the gestational sac. Ecopore crescentic fluid collection beside the gestational sac. والامبريو usually alive، وده اللي احنا بنقول عليه threatened abortion. يعني دي اللي بتاخد بعد كده treatment عشان هي threatened abortion ولازم تعمل rest. Other disorders بقى اللي احنا ممكن نقابلها في early pregnancy، ectopic pregnancy، hydatidiform mole، cervical lesions sometimes. Cervical lesions cause bleeding. لو واحدة عندها polyp هتعمل contact bleeding وتيجي ان هي bleeding في early pregnancy. هي النصيحة بقى ان اي حد بيشتكي من bleeding in early pregnancy better to do transvaginal ultrasound مش abdominal. يعني transvaginal بيبان كويس قوي ال vitality of the baby. يعني حتى بال abdominal ساعات ال transmitted pulsations ممكن تبان كأنه viable fetus. فيبقى الافضل هو الترانسفاجينال التراساوند، خصوصا في الكمبليت والانكمبليت ابورشن، لانه ممكن يكون اكتوبيك وحصل بليدنج نتيجه لان البيبي نوت الايف، فابتدى يحصل شيدنج للاندوميتريوم، فلازم برضو اتاكد انه مش اكتوبيك بريجننسي. نمسك اول حاجه ان انا امتى اعرف ان الجستيشنال ساك دي ابنورمال، يعني اقول الجستيشنال ساك از نوت هيلثي. ايذر انه في ابنورمال جستيشنال ساك سايز، يبقى نمبر 1 ان انا الاقي abnormal gestational sac size، يا اما larger than expected with no fetal node inside، وده هيدخلنا في قصه البلايتد اوفر.
يا اما سمولر ان سايز ذان ذا اكسبكتد ديت. بس دول بعملهم بحرص شويه لان هم ممكن يكون عندهم ميس كالكوليشن، فبستنى 2 ويكس ويز كورليشن مع الهيومن كوريونيك جونادوتروبين ليفل، لانه ممكن يكون الامبلانتيشن حصل ليت، دول لازم اديهم فرصه، اديهم 2 ويكس فور فول اب. يبقى abnormal gestational sac size يا اما larger than expected يا اما smaller than expected. distorted sac shape، ان الاقي احنا المفروض ان زي ما شفنا في الصور انه الساك المفروض تبقى very well defined with echogenic rounded decidual reaction around، فلو لقيت ان هي distorted يبقى this is unhealthy sac. thin weakly echogenic decidual reaction، الاقي decidual reaction very thin، طب ده مش هيقوم ان هو يعمل بيبي يبقى implanted فيه. low position in the endometrial cavity، المفروض normally ان الجستيشنال ساك بتبقى implanted in the fundus of the uterus either posterior wall or anterior wall according to its position. يعني لو العين عندها retroverted uterus يبقى الimplantation هيحصل في posterior wall، لو antiverted هيحصل في الايه في anterior wall. نمسك بقى examples للshapes دي. دي abnormal sac صح؟ اول حاجة ان هي low position it's not in the fundus، ده هي خلاص قربت تنزل من السيرفكس. تاني حاجه ان ال decidual reaction surrounding is separated with echopore crescentic fluid seen in the periphery، يبقى ال decidual reaction ده separated. الساك itself يا اما فيها fetal node صغيره قوي يا اما مش باينه، يعني في very small dot like fetal node، وبعدين secondary yolk sac is large and irregular، يبقى دي كلها abnormal gestational sac. دي طبعا لازم بيعمل يعني اما تعمل دي ان سي يا اما تستنى وتفولو اب انتل ذيس ساك، هي خلاص هي اباوت تو ايفاكويت. نعم الايه حدود الساك اهي. بص ده معلش ده ترانس فاجينال التراساوند، المفروض كنت اديتكم الجاينا الاول عشان تبقوا اورينتد بالترانس فاجينال. ده الترانس فاجينال التراساوند، ده السيرفكس وده اليوترس، ده الفندس خلاص. فالساك هنا lower in position، ده الليفل بتاع الانترنال اس، وخلاص الساك نازله خلاص خلاص. unhealthy sac، unhealthy sac او incomplete abortion for DNC versus follow up according to the patient clinical condition، هي بقى الدكتوره بتاعتها تتصرف. دي separated sac، شايفين هنا شايفين separation equipore separation، خلاص الساك بقت totally تقريبا separated inside the uterus و very thin decidual reaction no fetal node inside، وساعات بنلاقي كمان فيها internal echoes، ده دي خلاص unhealthy sac برضو. دي low position gestational sac، شايفين gestational sac هنا فين؟ بالرغم ان هي well defined وحواليها decidual reaction وفيها fetal node inside، لكن هي very low in position، دي عند the level of the internal os، مش ممكن الساك دي تكبر. دول بيبقوا مشكلة ان هم حتى ما بيبقوش عارفين يعملوا لهم DNC، بيخافوا انه يحصل stenosis فبيدوهم methotrexate inside this sac to make it shrink and disappears. فدي mal position gestational sac. البلايتد اوفم دي ترم من اللي بنقابله كتير قوي. ايه هو البلايتد اوفم؟ البيتر تيرم فور بلايتد اوفم اللي احنا بنسميه انمبريونيك جيستيشن، ان هو جيستيشن ويزاوت افيتال نود انسايد، فبنقول عليه انمبريونيك جيستيشن. طبعا هو في هايبوثيسس كتير للانمبريونيك جيستيشن، انه في الفيري ايرلي بريجننسي انه الفيتس فور سام ريزون ات ديسابيرز، او انه من الاول كانت الاوفم نوت فيرتلايزد باي سبيرم، فعشان كده بنسميه انمبريونيك جيستيشن، يعني ما فيش فيتال نود انسايد. العيين دول بيبقى عندهم الهيومن كوريونيك جنادوتروبين عالي وماشي مع البريجننسي ليفل، لكن مفيش فيتال نود انسايد. When the diagnosis is not certain المفروض ان انا اعمل ريبيت للسكان once more، لكن لو الدايامتر اوف ذا ساك سايز كانت اكتر من 2.5 سنتيمتر يبقى ده شور دايجنوزز اوف بلايتد اوفر، مفيش داعي ان انا استنى. يبقى لو حجم الساك زاد عن 2.5 سنتيمتر without the appearance of fetal node inside يبقى مفيش داعي ان انا استنى، يبقى دي بلايتد اوفم فور ايفاكويشن. هو غالبا احنا معظم الاجهزه بنستخدم الماكسيمم دايمتر. انا هو مقاس واحد
الماكسيمم دايامتر اوف ذا ساك، بس بقيسه فروم انر تو انر، يعني ما بقيسش الديسيجوال رياكشن معايا، بقيسه فروم ذا انر سايد تو ذا انر سايد. ويعني يفضل ان انا دايما في التقارير بتاعتي اكتب انا بقيس ازاي، يعني اقول ان انا خدت الفوليوم اوف ذا ساك كانت كذا كورسبوندينج تو كذا جستيشن، او ان انا ميجرينج ذا ماكسيمم دايامتر ذا مين ذا ماكسيمم دايامتر فروم انر تو انر از كذا. يعني لو جهاز بيجيب اللي هو الماكسيمم دايامتر ما عملش انا المين ساك دايامتر؟ لا مفيش، مش ضروري، مش ضروري، لا، لان هو الجستيشن ساك دايامتر مش اكيرت. احنا قلنا هنعتمد مينلي على الكراون رام بلانس، يعني جستيشنال ساك دايما مش اكيرت حتى لو خدنا المين. دي برضو بلايتد اوفو بوزيتيف، لسه كنت قايله يعني بريجننسي تيست بوزيتيف وماشي مع الجستيشنال ايج كمان. خلاص الميز ابورشن هلاقي طبعا فيتس with no viable heart no cardiac pulsations ونو موفمنت. انا لما بعلق عليه بقول ان there is a fetal node inside with no cardiac pulse no perceptible cardiac pulsations ونو موفمنت. طبعا الدوبلر بيفيدني كتير قوي، ان انا بشوف حتى الديسيجوال رياكشن ما بيبقاش فاسكولار. وادي الفيتس اهو ما فيهوش اي cardiac activity and even the umbilical cord بلاقيه thrombosed، فده ميس ذا ابورشن. حتى الهارت بنحس ان هو thrombosed. طبعا البيبي ده اسباب المس ابورشن طبعا اسباب عديده، بس لما بنلاقي المنظر ده ان هو بيبي فيه اديما اول ثرو بفكر في انترايتراين انفكشن، وبخلي البيشنت تعمل تورش اللي هم التوكسوبلازما والروبيلا وهكذا. لكن طبعا ممكن يكون ديو تو اذر كوز، اديمتس ديو تو اذر كوز، وطبعا الار اتش مهم ان انا اسال عليه. ده اديمتس بيبي، شايفين الاديما اللي في السكالب. لا مش كل، مش شرط، حسب الكوز، حسب الكوز بتاع اوف ذا ديث. يعني مع الانتراتراين جروث ريتارديشن وبيبي مفيش هرمونز كافيه انها تخليه يكبر، ده ما بيحصلش مع ايديم. ما احنا قلنا بقى اتنين لسه قايله حالا، اتنين سنتي ونص يبقى ده بوردر لاين. لو اكتر من اتنين سنتي ونص بقول عليها بلايت اوفم، لو اقل بدي 2 ويكس فولو اب، وتيجي لي بعد كده في الفولو اب اشوف في فيتال نود ظهرت ولا لا. لو ما فيش يبقى خلاص ده بلايتد اوف. تمام. الجستيشنال تروفوبلاستيك ديزيز، ما قلتش فيزيكولار مول ليه؟ لان هو سبيكترم اوف ديزيز اسمه جستيشنال تروفوبلاستيك ديزيز. ات از ا سبيكترم اوف ديس اوردرز ذات كان ديفلوب ان ذا سبسيكوينت بريجننسي. الهايداتي فورم مول از ذا موست كومن مانيفيستاشن ريبريزنتينج 85% اوف كيسز. 85% من الحالات هي المولر بريجننسي العادي اللي هو مش انفيزيف. في بعد كده الانفيزيف مول. الانفيزيف مول مانيفيستيشنز تبقى بيبقى مور اجريسيف وبيبقى انفيدنج الميوميتريوم اوف ذا يوترس، وده بيمثل 13% اوف كيسز. ان اونلي 2% اوف كيسز ات از كوريوكارسينوما which is highly malignant and spread by the blood stream to the lung and liver. يعني هي حتى بتبعت ميتاستاسيس في الوقت اللي احنا بنشخصها فيه. ده التيبيكال ابييرنس اوف مولر بريجننسي. ده فيزيكولار مول. نلاقي انه يعني بوصفه ازاي؟ بقول ان الكافيتي اوف ذا يوترس از ديستندد باي ا لارج ايكوجينيك ماس وذ مالتيبل سيستس سين انسايد. السيستس دي عاده بتبقى رينجينج فروم 1 تو 2 ملم. And during the second trimester, the cysts may enlarge, ممكن توصل up to 2 centimeter. المولر pregnancy ممكن يكون complete mole زي الحالة اللي احنا شفناها الأولانية. دي complete vesicular mole. إن هي كل الكافيتي distended by the echogenic mass with multiple cystic areas. لكن ممكن تكون partial molar pregnancy. يعني إيه partial molar؟ يعني جزء فيه الفيتس موجود والجزء التاني بتاع البلاسينتا هو اللي عمل فيزيكولار مول. ده في اكزامبل لطيف كنت حلقه قابلتها فيزيكولار مول، بس طلعت ان هي فيزيكولار مول ان توين بريجننسي كمان. ده الفايبل توين، ده الاذر مافلد سمول توين، فهو ده بارشال مولر بريجننسي ان توينز. فدي كانت بس لما كملش طبعا. انت متخيل الماس دي قد ايه؟ دي كانت حوالي 14 سم.
دي عملت ترمينيشن، ما كانش ينفع انها تكمل لاخر الحمل. اهو this is the sac, this is the viable baby، وبقيه البلاسينتا كلها عامله. بس ده طبعا اكيد كان دايكوريونيك دايكوريونيك داي امنيوتيك بلاسينتا. ده فايبل اهو، ده فايبل اهو موفينج وفي كاردياك بلسيشنز. وهنا بقيه الساك هنا فيها الاذر سمول فيتس، كان باينه هنا تقريبا. الساك دي فيها في ديد فيتس، هي باينه في في السلايد اللي كان قبل كده. This is the dead fetus. Smaller in size ومفلد وما فيهوش pulsations. هي غالبا بتيجي في يعني في العادي بتيجي في الفيرست ترايمستر، لانها اولا بتيجي لارج يوترس مور ذان ذا فاندل ليفل اكسبكتد، وكتير بيبتدي يجي لها بليدنج اللي هو تيبيكال بليدنج اللي بيبقى فيه جريب لايك ستراكشرز بتنزل من من اليوترس. طبعا مش كل الحالات بتبقى تيبيكال، يعني في بعض الحالات بلاقي انه اليوترس ديستندد باي ايكوجينيك تيشو ما فيهاش السيستيك ستراكشرز اللي باينه دي. لو انا سسبكتد انها فيزيكولار مول لازم برضو اعمل دي ان سي واخليهم يروحوا يعملوا باثولوجي عشان نتاكد، لانه الفيزيكولار مول مشكلته ان هو لازم يبقى فولود اب فور سام تايم انتل ذا هيومن كوريان جينوتروبين ليفل ديسند قبل ما تبقى بريجننت وانس مور. ده بالنسبه للفيزيكولار مول. نيجي بقى للمشكله اللي بتقابلنا كتير قوي، الاكتوبيك بريجننسي. الاكتوبيك بريجننسي ده مشكلته ان هو يعني حتى بقى يظهر اتيبيكال اليومين دول، ان هو ما بيجيش ببين سيفير بين زي ما احنا متوقعين اكيوت ابدومين، هو بيجي بايرلي ترايمستر بليدنج، لانه مش كل الحالات بتبريزنت بديسربشن وفري فلويد في البلفس، لا ده كلهم بيجوا في الفيري ايرلي ستيج. يمكن عشان يعني الناس بقت تتابع على طول وما بتستناش لما يحصل ديسربشن. لو انا لقيت بليدنج في الايرلي بريجننسي ولقيت اليوترس امتي، لازم اعمل ترانس فاجينال الترا ساوند تو فور سيرشنج اباوت اكتوبيك بريجننسي. السسبكتد اكتوبيك بريجننسي طبعا الموست سبيسيفيك فيتشر ان انا الاقي ليفنج امبريو في الادنكس ريجن. لو انا لقيت ليفنج امبريو في الادنكس خلاص يبقى ده شور ساين اوف اكتوبيك. لكن مش دايما احنا بنلاقي، قليله ما بنلاقي شور ساين دي، احنا عاده بنلاقي نون سبيسيفيك فيتشرز، ودايما بنكتب في تقاريرنا تو كوريليت وذ ذا هيومن كوريونيك جينوتروبين ليفل. ممكن الاقي في الاول امتي يوترس، بس ممكن الايرلي الامتي يوترس ده الاقي فيه سودو جيستيشنال ساك اوف بريجننسي، يتهيأ لي ان هو فيه جيستيشنال ساك من كتر ما هو الاندوميتريوم بروليفيريتنج انسايد. ممكن الاقي حته مهمه قوي ودي بنشوفها كتير، نلاقي بارتيكيوليت اسايتس. يعني ايه بارتيكيوليت اسايتس؟ يعني اسايتس نير ذا افكتد ادنكس ريجن، الاقي حته اسايتس معلقه كده جنب وان اوف ذا اوفرز ومفيش فري فلويد، ده معناه انه في pathology in this area. ان انا الاقي adenexal mass دي الموست كومن فايندنج، هنشوفها دلوقتي. ان انا الاقي adenexal mass medial to the ovary، لان دايما الاكتوبيك بيحصل في الموست capacious part of the tube اللي هو الامبولاري بارت، فدايما الماس دي بتبقى medial to the ovary. او ان انا الاقي الجستيشنال ساك دي جوه التيوب ستيل، ودي بنسميها اكتوبيك تيوبر رينج، وفي الحاله دي هيبقى نون ديسربتد اكتوبيك. وده في الحقيقه بيعالجوه ظريف قوي، ان هم ساعات بيدخلوا لابروسكوبيكالي ويشفطوه. مع كل الفايندنجز دي لو انا برضو لسه شاكه وفيها هاي كوريونيك لازم اعمل فولو اب، اتابع الهيومن كوريونيك جينوتروبين ليفل واعمل فولو اب تو ذيس بيشنت. الفري فلويد بس فري فلويد لوحده مش سبيسيفيك. لو فري فلويد وبارتيكيوليت ناحيه الادنكس الافكتد، لكن لو فري فلويد في البلفس، طب ما هي لو عندها اوفريان ستراكشر هيبقى عندها فري فلويد في البلفس. بس ما بنقدرش ناكد قوي الا لو شفناه يعني، فلازم نكوريليت واكوردنج للكلينيكال بتاعها.
يبقى اذا اول حاجه ان انا هلاقي ايه ده الاورينتيشن عشان اللي مش دي اليورينري بلادر ده ترانس فاجينال الترا ساوند دي اليورينري بلادر ده السيرفكس وده الفاندس اوف ذا يوترس وده فيري ثيك اندوميتريوم very thick endometrium with pseudo gestational sac like picture بس طبعا pseudo هي ما فيش لا wall ولا well definition ولا اي حاجه. في الحاله دي بحتاج ان انا ابص للادينكسل ريجن. الموست كومن فايندنج ان انا الاقي المنظر ده ايكوجينيك اوفال ان شيب او راوندد ماس ميديال تو ذا اوفري بات سيبريت فروم ات. ادي الاوفري اهو وحواليه في هنا جنبه ميديالي في ان اوفال شيبد ماس with pseudo gestational sac like area inside الاقي فيها نقطة كده جواها. ان انا الاقي viable fetal node في الادينكسة طبعا دي هتبقى حاجة كويسة خلاص يبقى انا هشخص ودي كانت viable وفي fetal node inside fetal heart pulsating fetal heart شايفين دي الاوفري ده برضو transvaginal ultrasound دي الاوفري بالcharacteristic follicle inside وده rounded echogenic adenexal mass. طبعا الدوبلر كمان بيوضح لي ان هو بيبقى فيه نسميها fire of ring pattern يعني بتبقى فيه جاي له vessels من جميع الجهات. ولو الفيتس ده كمل انا كان عندي فيتس مكمل لحد اربع شهور كان viable بيبقى بتدي بقى implanted على الاومنتم والباول وده اللي بنسميه الابدومينال pregnancy ده نوع من الاكتوبيك about 1% of ectopic pregnancy بنسميه الابدومينال بريجننسي ان هو يتكون في الابدومين البيبي وده الامتي يوترس الامتي يوترس هو ده ترانس فاجينال وده اليوترس جاي هو بيبقى حسب البوزيشن بتاعه يعني هو غالبا البوزيشن بتاعه ميد بوزيشن فعشان كده باين الصوره كده. دي انذر كيس في هنا viable fetal node في الادينكسل ريجن ده الاوفري في كوربس لوتين شايفين الفيتال نود اهي within the dilated end of the tube وفي حتى في امبلايكال كورد داخل انسايد اهي اهو. فانا دايما لما اشوف الاوفري ببتدي ادور في الفيسينيتي اوف ذا اوفري ادي فيتال نود انسايد ا dilated tube ده non disrupted ectopic pregnancy اهي. فانا لو شفت بدقه هعرف ان انا اوصل للإكتوبيك اللي موجود. فانا بعمل ايه بحاول ان انا اوصل للأوفري خصوصا الأوفري اللي هو فيه الكوربس لوتيم لان غالبا الإكتوبيك هيحصل on that side وببتدي امشي up and down حد ما ابتدي ادور في اي dilated tube present او اي free fluid in the surrounding area او ان انا الاقي الإكوجينيك mass medial to the ovary. خلاص دي disorders of early pregnancy. نيجي بقى للايه للتوين جستيشن عشان هو برضو التوين جستيشن مهم ان انا اشخصه في الايرلي بريجننسي. التوين جستيشن مي ارايز فروم فيرتيلايزيشن اوف تو سيبريت اوفا يعني يبقى داي زيجوتيك اللي هم الفراترنال توينز او انه يبقوا فيرتيلايزيشن اوف ا سنجل اوفا اللي هم الايدنتيكال توينز اللي هم المونوزيجوتيك. ده دايجرام مبين الداي زيجوتيك توينز والمونوزيجوتيك توينز. اهم حاجه في التوينز في الايرلي خصوصا في الايرلي بريجننسي ان انا اسس فور فيابيليتي الكاريونيسيتي والامنيونيسيتي. يعني ايه؟ يعني اشوف هو عنده 2 بلاسنتي و2 امنيوتيك ساك ولا 1 بلاسنتا و1 امنيوتيك ساك. وده بيبقى في الايرلي بريجننسي ادق من الليت لانه ساعات في الليت بريجننسي بلاقي ان البلاسنتا ساعات تلحم في بعض فيتهيأ لي انها 1 بلاسنتا وبعدين اجي ابص للساكس الاقيه سيبريت فيبقى متاكده ان دول 2 بلاسنتا بس هم لاحمين مع بعض. الانواع بتاعت التوينز يا اما دايكوريونيك داي امنيوتيك يا اما مونو زيجوتيك اللي هم يا اما دايكوريونيك داي امنيوتيك او مونوكوريونيك داي امنيوتيك. دول الموست كومن بيمثلوا 70% ان هم يكون لهم 1 بلاسنتا لكن 2 ساكس. الجروب الثالث بقى اللي هم المونوكوريونيك مونو امنيوتيك ودول اللي بيبقى فيهم مشكله لازم ابص عليهم كويس قوي وبرده ده مهم اشخصهم في الايرلي بريجننسي عشان مشكله الايه الكونجوينت لان الكونجوينت توينز لو في الليت بريجننسي ساعات مش بعرف اشخصهم هم لازقين في بعض ولا مش لازقين ولا ايه بالظبط الوضع بتاعهم. دول ايه سهلين بقى تو ساكس سيبريت كومبليتلي وذ تو سيبريت امنيوتيك يعني بقى تو سيبريت ساكس وذ تو سيبريت
deciduary actions هنا وهنا، يبقى ده dichorionic diamniotic twin gestation. ده طبعا 8 weeks gestational age، نفس بقى الحاجات اللي احنا قلناها انه normal deciduary action، الamniotic sac اهي، physiological umbilical hernia، وده الهيد والترنك، ده برضو البيبي التاني. لا لا هم عايدينها، ما هي متعادة تاني، بس لا هو داي كوريونيك داي أميوتيك، ده داي زيجوتيك. دي بقى ايه؟ حد يقول لي دي ايه؟ دي مونو كوريونيك داي أميوتيك، بس ايه؟ one baby died، في واحد نورمال uniformly echogenic fetal node with normal deciduary reaction. انا بحب اجيب الصوره دي عشان بنبينها normal deciduary reaction on one side و very thin deciduary reaction on the other side. ده normal fetus وده muffled baby not seen. ده two placenti, two separate placenti, one posterior one anterior، وده الamniotic sac septum inside. ده فيديوز ما بين ال ده برضو بين twin gestation here. طبعا اول ما بلاقي twin gestation لازم اشوف ال lie of each baby. ده الamniotic sac اهو separate as the other one. ال placenta here، شوف ال viability of each one of them، cardiac activity باينة في كل واحد فيهم، وببتدي بقى اعمل فول سيرفي افتر ذات. وبالنسبه للجستيشنال ايج بتاعكم مسموح يكون فرق قد ايه ممكن؟ هو ممكن يبقى اب تو 2 ويكس، يعني مش مسموح قد ايه بين الاثنين، مسموح قد ايه within the normal for each of them. يعني احنا عندنا دايما الكيرف بتاعنا، ابقى اوريكم ازاي الكيرف بيطلع، الجراف اكيد كلكم عارفين الجراف اللي بيطلع بتاع البيبي، في small percentile اللي هو below 5th percentile و above 95th percentile. في الرينج ده بعتبره normal، حتى لو هو مثلا within 1 to 2 weeks اقل، بس في الرينج النورمال. لكن لو هو في اقل من الرينج النورمال لازم اعمل دوبلر كويس، لازم اعمل دوبلر for each of them، عشان عندنا في entity اسمها twin transfusion syndrome، انه خصوصا بتحصل في المونوكوريونيك داي امنيوتيك، انه one baby ياخد كل البلد from the other، steal the blood from the other، والother baby يبقى small in size، والother fetus يبقى plethoric، عشان كده they may lose the two babies. تمام؟ ايه اللي موجود على الجهاز؟ الكيرف. ما انت لو انت ما عندكش على الجهاز يبقى المفروض انه يبقى معاك جداول، يعني يعملها شورتس كده وعلقها عند المكان اللي بتكتب عليه. لازم يبقى فيه جدول عشان تعرف تقول ده small for date ولا large for date. يعني اوقات بيبقى small for date بس normal constitutional كده، تلاقي الام هي نفسها قد كده، يبقى لازم البيبي يبقى اصغر من النورمال. خلاص، دي من فوائد ال 3D ultrasound في التوينز. ده normal baby with normal head and this is an encephalic baby. هنتكلم على CNS anomalies بعد شوية. This is an encephalic baby and this is normal head baby. عشان كده بنقول ان the incidence of congenital anomalies in twins is more common than in single twin pregnancy. يعني اذا كنت انا بعمل full anomaly survey للsingle pregnancy يبقى لازم اعمل double للtwin pregnancy. الmajor malformations تبقى 2.1% in twins و only 1.05% in single pregnancy، واكترهم في المونوزايجوتيك توينز. ده كوادربل بريجننسي، يعني احنا ممكن نلاقي مور ذان 2، هتقعدوا تعدوا بقى. بتبقى المشكله لو جم ليت، ما بقاش عارفين. يعني جات لي واحده مره ما كنتش عارفه هما 3 ولا 4 يعني، فقلت لها اما تولدي بقى بايه عديهم.
في بقى نقطة تانية ان احنا لازم نقولها في الايرلي بريجننسي قبل ما ننهي الايرلي تريمستر بريجننسي ونبتدي في السكند تريمستر، النيوكال ترانسلوسنسي. النورمال نيوكال ترانسلوسنسي از ميجرد زي ما احنا شايفين في الصورة كده عند النيب اوف ذا نيك، بقيس اللوسنت اريا بريزنت ات ذا نيك اوف ذا بيبي. ساعات ما بعرفش اجيبها في اللونجيتودينال كده، فممكن اجيبها في تي اس، اجيب عند السكال وابتدي انزل عند النك واحاول اجيبها في تي اس واقيسها برضه. اهميه النيوكال ترانسلوسنسي ايه؟ بوستيريور عند النيب اوف ذا نيك. الداون سيندروم وكل الكروموزومال ابنورماليتيز، بس بما ان الداون سيندروم هو الموست كومن فبنقول ان هي سوفت تيشو ماركر فور ذا داون سيندروم. في مصر يعني ما بتفرقش معانا قوي لان احنا مش بنعمل ترمينيشن للمونجلز، يعني هي الناس بتبقى كين انها تعرف وكده، بس يعني بره بيعملوا لها قصه كبيره قوي لان هم عندهم انديكيشن ان هم يعملوا ترمينيشن لاي سسبكتد ان هو يكون مونجل. اللوسنسي دي المفروض النورمال كام؟ 2 ملم. من 2 تو 6 ملم دي بوردر لاين، يعني اعمل لها فولو اب، ولو لقيتها في الفولو اب بتزيد اللوسنسي بتزيد، المفروض ان انا اعمل بقى اميوسنتيسيس وادخل بقى في قصه الاميوسنتيسيس واشوف الكروموزوم الابنورماليتيز. لو اكتر من 6 يبقى ده فيه هاي سوجستيف اوف كروموزوم الابنورماليتيز. الوقت من 13 ل 18 اسبوع، من 13 ل 18 اسبوع هو اكتر وقت بقدر اقيس فيه النيوكال ترانسلوسنس. في بس بيت فول في النيوكال ترانسلوسنسي ان انا اخلي بالي انها ما تكونش الاميوتك ساك ولفه ورا البيبي. احنا شفنا من شويه اللاين بتاع الاميوتك ساك، لو اللاين بتاع الاميوتك ساك ده ماشي ورا البيبي ممكن يتهيأ لي ان هو نيوكال ترانسلوسنسي، فلازم اقعد احرك كويس لحد ما اتاكد ان انا فعلا ده النيب اوف ذا نيك وهي دي بس اللي ريليتد للنيك اوف ذا بيبي. كده تمام. في حاجه نسيناها في الفيرست ترايمستر؟ تاني مفيش ان شاء الله. نعم. اهو بصي شايفه الكاليبرز الدوتد الابيض ده، كاليبر بقيس من هنا لهنا من الانر الهايبو ايكويك اريا. في الهايبو ايكويك دي نورمال، يعني دي نورمال، دي لو قسناها هتطلع حوالي 2 ملم، بس احنا مكبرين فاكتر من 2 ملم يبقى هتلاقيها اكبر من كده. انر تو انر. اخر حاجه بس نقولها في الفيرست ترايمستر، ان لازم ابص على بقيه اليوترس كويس وعلى الادينكس الاري عشان اشوف اسوشيتد فايبرويدز، اسوشيتد اوفيريان سيستس غير الكوربس لوتيم يعني، لانه في الاري بريجننسي برضو بقدر اشوف بقيه اليوترس كويس، لكن كل ما اليوترس بيكبر لو في فايبرويد بتتركن على جنب وعمري ما بعرف اشوفها في الفيلد اوف فيو. فدايما في الاري بريجننسي بعد ما ابص على الفيتس ابص على بقيه اليوترس اتاكد ان مفيش اي ابنورماليتيز اذر ابنورماليتيز بريزنت، وبعلق عليها في التقرير بتاعي ان هو ادينكسل اور يوتراين شادو سي. دي نقطه مهمه طبعا لان احنا عارفين الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل مع الفايبرويد وذ بريجننسي، وتيجي عينه باكيوت ابدومن وهي مش عارفه ان عندها فايبرويد وهي تكون ريد ديجنريشن ان فايبرويد، فلازم مهم ان انا ابص على الاسوشيتد ابنورماليتيز ان ذا بلفس. نيجي بقى للسكند ترايمستر. الاكتوبيك بريجننسي 90% في التيوب، لكن ممكن يحصل سيرفايكل زي ما احنا شفنا في السيرفايكل في السيرفكس، يبقى ده هنعتبره اكتوبيك. وممكن يحصل يعني ابدومينال بريجننسي، ده الابدومينال بريجننسي ده احنا قلنا ان 1% اوف كيسز. الابدومينال بريجننسي ده بيكمل يعني في ناس بتوصل للفول تيرم، بس طبعا بتكون يعني اتبهدلت. لاول ما احنا نلاقي ابدومينال بريجننسي المفروض ان احنا بنترمينيت. عندي صوره للاكسترا يوتراين بريجننسي هبقى اوريها له، ان هو لانه كل ما بيكبر بيبقى امبلانتد على الانتستين بتاعه المذر وبيعمل اديشنز جامده جدا ممكن يعني توجي بحياتها في الاخر. فطبعا اول ما بنلاقي الابدومينال بريجننسي ده بنشيله. انتر اوكلير ديستانس في ايه؟ دي قصه تانية بقى احنا لسه ما وصلنا لهاش. في
في حاجات كتير جدا انت ممكن تقيس اي حاجه في البيبي، بس انت مش ممكن انت هتعرف ده كله. بس لازم يبقى انت لو بتشتغل اوبستريك كتير لازم يبقى معاك كتاب اوبستريكس فيه كل الجداول دي. هل انت عارف الرينال دايمنشنز قد ايه بتاع البيبي؟ الثايرويد، انا مره اتبعتت لي حاله قالوا لي عايزين يشوفوا الثايرويد بتاع البيبي لان الفيرست بيبي كان عنده الثايرويد ابسنت. انت ممكن تشوف الثايرويد في البيبي ولا لو شفتها هتعرف الدايمنشنز بتاعتها؟ فيعني هو في كل حاجه ممكن تتقاس، لكن في حاجات اساسيه وفي حاجات بقى فرعيه صغيره دي لو انا بقى في سندروم فظيع عندي في الحاله بروح ادور عليه. From the second trimester، لا خلاص ده احنا لسه عندنا حاجات كتير. لا ما شفتهاش في الحقيقه، قلت له بقى ما يتولد بقى بص عليه وناس مش هيعملوا له حاجه انتراترين. regarding the second trimester، انا اول ما ببص للبيبي بقى خلاص البيبي ده كبر ما فيش اي مشاكل of early trimester disorders، ببتدي ان انا اشوف second trimester. اول حاجه ببص عليها اللاي اوف ذا بيبي هو فين، يبقى اول حاجه ببتدي بالبروب اشوف الاورينتيشن اوف ذا بيبي هو اللاي بتاعته ايه، هل هو ترانسفيرس ولا اوبليك. طبعا في الفيري ايرلي يعني مثلا بعد عند لحد 20 اسبوع كده ساعات تبقى اللاي بتاعته انستابل، يعني انا وانا بعمل اكزامينشن الاقي الهيد تحت وفي اخر الاكزامينشن الاقي الهيد فوق لانه بيتحرك طول الوقت. لكن ما احبش اعلق على اللاي والبرزنتيشن الا في الليت بريجننسي، لانه في الليت بريجننسي دي مهم ان انا اقول كده عشان الدليفري. الموست كومن لاي والموست كومن برزنتيشن ان انا الاقي البيبي لاينج في الليفت اوكسيبيتو كفالك واوكسيبيتو انتيريور. بعرف ازاي؟ ان انا الاقي السباين انتيريور، السباين اوف ذا بيبي هلاقيها انتيريور والاوكسيبيت انتيريور والفيس وال on the back of the mother. فهو بيبقى left occipital anterior ده most common، لكن اللي بعدين انا ممكن الاقي right occipital anterior. ساعات البيبي بيبقى عامل hyper extension قوي فيعني لازم اعلق عليها لان ممكن يعمل brow manifestation ويعمل obstructed labor، فاي حاجه في الابنورمال في اللاي اوف ذا بيبي لازم اعلق عليها في الاول. بعد ما بشوف البيبي ازهول ممكن ما الاقيش هيد، الاقي انكفالي، ممكن يعني الجنرال سيرفي ده مهم في الاول، والجنرال سيرفي لكل حاجه حتى الليمز والفينجرز ده جنرال سيرفي اوف ذا بيبي قبل ما ابتدي اعمل الميجرمنتس. يبقى الاكزامينشن شود بيجين ان لونجيتودينال سيرفي فور ذا بيبي فور جنرال اورينتيشن بيفور بروسيدنج تو سيلكتيف اند ديتيلد فيو. بعد ما بشوف الاورينتيشن اوف ذا بيبي ببتدي اعمل سيلكتيف فيو اوف سيرتن ارياز. نمره واحد ببص عليها طبعا الهيد، هي اوضح حاجه وافضل حاجه بشوفها هي الهيد. اول لما بشوف الهيد بجيب البايبرايتال والاوكسيبيتو فرونتال، او لو انا عندي الهيد سيركمفرنس بجيب الاثنين، وده بيبقى يعني اوقع ان انا اجيب كل الميجرمنتس عشان يطلع لي ميجرمنت صح. يعني ساعات الهيد بتبقى دوليك وكفالك شويه فممكن البايبرايتال يبقى اصغر من حجمه الطبيعي لكن الهيد كلها نورمال. ده بالنسبه للبايبرايتال دايمتر، ده البروبر بلين اللي بقيس فيه البايبرايتال دايمتر عند الكيفم سيبتم بليوسيدم اللي هو عامل زي الايكوال ساين ده. ده الفولكس وده الكيفم سيبتم بليوسيدم. ولما باجي اقيس بقيس من الانر من الاوتر تيبل هنا للانر تيبل اون ذا اذر سايد. دايما اي ميجرمنت بقيس من الانتيريور افضل لان دايما البوستيريور بيبقى فيه شادو اتنيويشن ارياز فما بقيسش تحت. نمره 2 بقى اروح ماشيه مع السباين واجيب الفيمر. الفيمر مفروض بقيس من البون اند للبون اند، the cartilage is not included، cartilaginous head is not included in the measurement. بعد كده بجيب الابدومينال سيركمفرنس، دي المين ميجرمنتس اللي انا لازم اقيسها. الابدومينال سيركمفرنس برضو حسب الجهاز اللي عندي، يا اما بيقيس اليبس ويجيب الابدومينال سيركمفرنس كله على بعضه، يا اما بقيس الترانسفيرس ابدومينال دايمتر والانترو بوستيريور ابدومينال دايمتر وهو الجهاز بيجمع لي الابدومينال سيركمفرنس. اهو السباين مثلا فيها ميجرمنت كتير قوي، في ممكن اقيس الانتربيديكولار ديستانس واقيس الميجرمنتس اوف ذا سباين، بس كل الكلام ده هيبقى صعب الا لو انا شكيت مثلا ان انا عندي كابيشيس انتراميدالري ليجن او في مشكله جوه، وقتها ممكن اروح بقى ادور في الجداول على السباينال ميجرمنتس. ها
هنقول هنقول ما انا عشان كده عايزاكم تأجلوا الأسئلة للآخر، وبعدين لو في بقى سؤال لسه ما طرحش نقوله. نيجي بقى اول حاجة في الهيد، الكرينيال ستراكشرز تو نوت، انا المفروض في الهيد اشوف فيها ايه. الهيد شيب ده مهم جدا، الشيب اوف ذا هيد، غير ان هو يكون نورمال فاريانت زي الدوليك وكيفاليك، في بعض الانوماليز بتدي اب نورمال هيد شيب، زي ايه؟ زي الارنولد كاري مالفورميشن بيدي ليمون شيب سكال، الاقي ان السكال فرونتال اريا كده فيها حته زي بتدي شكل الليمون بالظبط، هي بتبقى فيري نارو، والاقي البوستيريور فوسا فيري نارو، والهيد بتبقى شويه مايكرو كيفاليك لانه في جزء من البرين نازل لتحت، فدي في الارنولد كاري مالفورميشن بتديني حاجه اسمها الليمون شيب سكال فور اكزامبل. بلاقي فيه فرونتال بوسنج في حاجات كتير بقى، في الاكوندروبليزيا والاوستروجينسيس امبرفيكتا والحاجات دي كلها. البون دانستي مهم ان نعلق على البون دانستي، عشان الحاجات اللي بتزود البون دانستي الاوستيوبتروزيس او الحاجات اللي بتقلل البون دانستي. الفنتريكولار سيستم ده مهم بقى قوي، الفنتريكولار سيستم عشان الهيدروكيفاليك تشينجز. الكيفم سيبتم بيليوسيدم لانه برضو عدم وجوده بيبقى ممكن يبقى انديكيشن لبعض الانوماليز زي ابسنت كوربس كالوزا، يعني المفروض كيفم سيبتم بيليوسيدم ده بيبقى بريزنت ان انترايتراين وبيفضل اب تو 1 يير بوست ديليفري. لو لقيته بعد كده برضو بيبقى انديكيشن انه ممكن يكون في انومالي في البرين او في هايبر فوكس ايبليبتيك او سمثينج لايك ذات. السلاماي طبعا ببص على الاناتومي كله على بعضه، وبعدين ببص على النيوكال فولد زي ما احنا شفنا من شويه. ده شكل النورمال برين ات 12 ويكس جيستيشن. كل اللي بقدر اشوفه ايه؟ الايكوجينيك كراي بلكسس، شايفين الاوسيفيكيشن بيبتدي زي ما احنا قلنا في الفرونتال بون اكتر من الاوكسيبيتال بون، وده شكل الهيد في بس طبعا ما ببقاش عارفه اشوف الاستراكشرز واضحه قوي الا لما بيكبر شويه، لكن هو جنرالي الهيد دي نورمال ان فيها كوراي بلكسس، فيها الفولكس، فيها البوستير فوسا بريزنت، لكن لسه ما فيش ديتيلز قادره ان انا اشوفها كويس. بعد كده في تو بلينز مهمين بشوفهم في الفيتال برين. بجيب الاول البلين الاولاني ده اسمه الترانس فنتريكولار بلين، اللي هو ماشي في خلال الفنتريكلز. الترانس فنتريكولار بلين هو ده اللي بقيس فيه البايبرايتال دايمتر، شايفين البايبرايتال ده البايبرايتال، بس هو طبعا مش كل الخط ده، يعني هو من هنا لحد الابر لحد الانر تيبل اوف ذا اذر سايد، ودي الفرونتال هورن ودي الاوكسيبيتال هورن اوف ذا فنتريكل، وده الايكوجينيك كرويت بلكسس انسايد، وده الكيفم سيبتم بليوس. الترانس فنتريكولار بلين هو اللي بقيس فيه كل الميجرمنتس دي، يبقى البايبرايتال دايمتر، الهيد سيركمفرنس، والويدث اوف ذا فنتريكلز. امال الترانس سيريبيلر بلين ده بشوف فيه ايه؟ بشوف فيه البوستير فوسا، لان كتير قوي من الانوماليز بيبقى فيها مشكله في البوستير فوسا. حط بقى الداندي ووكر مالفورميشن والحاجات بقى بتاعت اللي انتوا ذاكرتوها في النيورو اكيد. فدي البوستيريور فوسا اهي، ده التوثالاماي، وهنا ده السيريبيلم، وده الفورامين ماجنوم. في ميجرمنتس ممكن نقيسها هنا في الترانس سيريبيلر دايمتر. الترانس سيريبيلر دايمتر من الحاجات المهمه عشان تو اكسكلود فيرميان اجينيسيس داندي ووكر مالفورميشنز، فبقيس الترانسفيرس سيريبيلر دايمتر. وعاده الترانسفيرس سيريبيلر دايمتر بيبقى ماشي شويه مع الجستيشنال ايج، يعني لو عندي بيبي 32 ويكس يبقى هلاقي السيريبيلم 32 مليمتر، ده رفلي يعني، لكن هو في جداول برضو للسيريبيلم، وفي بعض الاجهزه بتنزل السيريبيلم على الميجرمنتس اللي موجود. ده السيريبيلم اهو، ودي السيسترنا ماجنا، وده التوثالاماي هايبو ايكويك اون بوث سايدز اوف ذا ميد لاين. طبعا في كل ما كان البرين ايرلي كل ما كان بيبقى سموث، يعني عند 20 ويكس بيبقى البرين توتالي سموث هايبو ايكويك. After 20 weeks بيبتدي يحصل corrugation للجيراي والسلكاي، لحد ما بيوصل ل 36 weeks بيبقى full mature brain with جيراي and سلكاي، واشوف السيلفيان فيشر والتنتوريوم وكل الاناتومي زي بالظبط ما اكون بعمل transcranial ultrasound. ده برضو هنا مبين الكيفم سيبتم بليوسيدم والكراي بلكسس، وده الفنتريكل. الفنتريكل طبعا يعني ساعات احنا بنقول ان البرين بيبقى هايبو ايكويك قوي، عشان افرقه من الفنتريكل، الفنتريكل له ايبندايمال لايننج، لازم اشوف الايبندايما دي عشان اقيس فيها. عندي صوره ثانيه اوضح.
ممكن برضو ان انا احتاج ان انا اخد other views غير ال يعني انا الاساس ان انا بستخدم الترانس فنتريكولار بلين والترانس سيريبيلار بلين اللي هو ساجيتال، ممكن اللي هما الاكزيل، لكن ممكن احتاج اخد كورونال بلين لو انا مثلا شك ان في حاجه في الكيفم سيبتم بليوسيدم، فاشوف الكوربس كالوزم بريزنت ولا لا، بيبقى هايبو ايكويك لاين بريزنت اوفر لاين ذا فنتريكلز، او ان انا اخد ساجيتال فيو عشان اشوف مثلا عيانه عندها هيدروكيفلس وعايز اشوف السايت اوف اوبستراكشن فين، اهو ده كل اللي بنشوفه في فيتس. ايوه يعني اقول ان الفورث فنتريكل مش باين، يبقى دي موستلي ديو تو اكويداكتال ستينوزس، يبقى انا حتى يعني هم يبقوا عارفين اما هيتولد البيبي هيتعمل له ايه او كده. خلاص ده بالنسبه للايه للاذر بلينز، ده برضو بلين مبين الباي الكيفم سيبتم بليوسيدم والفوكس والتوثالاماي. التوثالاماي هنا ما هو ده البروبر بلين اللي بقيس فيه الباي بارايتال دايم والتوثالاماي. ده ازاي بقيس الفنتركل؟ ادي اللي عندي الايكوجينيك برويت بلكسس انسايد، دي الابندايما بتاع الفنتركل اهي، وده بقيه البرين. النورمال فنتريكولار دايامتر بيبقى اب تو 10 ملم بس طبعا اكوردنج تو ذا جيستيشنال ايج، يعني في جداول ليه برضو، بس هو مفروض انه ما يزيدش عن 10 ملم. البودي اوف ذا فنتركل، البودي اللي هو الصوره دي، يبقى البودي اوف ذا فنتركل ما يزيدش عن 10 ملم والاوكسيبيتال هورن تبقى 3 ملم. البودي اوف ذا فنتركل 10 ملم والاوكسيبيتال هورن 3 ملم. ده كورونال بلين اهو مبين التو كورايت بلكسس الفنتركل، شايفين الابندايما بتبقى على طول نايمه على الكورايت بلكسس على طول، وده السيربيل. ده بقى هيدروكيفلس صح، هنا في الفنتركلز، في بعد ما نخلص في برزنتيشن صغيره على السي ان اس انوماليز فممكن ناخدها برضو كلها على بعضها كده. ده هيدروكيفلس، في ماركتلي دايليتد فنتركلز وان كونسبيكوس بوستيريور فوسا مش شايفه فيها حاجه، غالبا دول بيبقوا ديو تو اكويداكتال ستينوزس. طبعا هنا واضح ان فيري ثين سيريبرال مانتل، ده المفروض برضو بنكتبه عشان يعني ما بيبقوش مأملين قوي في البيبي ده اللي هو يعني في يعني عند 32 اسبوع البرين بتاعه كده، على ما يوصل للاخر يعني مش هيبقى فيه برين اصلا. وعاده العيين دول بيولدوهم بدري شويه عشان يعني لو في امل ان هم يلحقوا البيبي ويعملوا له شنط يلحقوا. طبعا في بره دلوقتي انترفنشن انترا يوتراين انترفنشن فور ذيس بيبيز، دي اوكسيبيتال انكيفالوسيل والهيد، فمهم في الهيد وانا ببص عليها ان انا ادور على اي ديفكت بريزنت، يبقى وانا بمشي على الهيد كده ادور على اي ديفكت بريزنت. دي الهيد اهي، وفي اوكسيبيتال انكيفالوسيل، وفي لارج ديفكت في السكال، السكال اهي. خلاص انا شفت الهيد كويس، باجي اشوف ايه الفيس، يعني لازم ما اسيبش حته حته، امشي ان سيكونس. بشوف الفيس ازاي؟ انا مجرد ان انا جبت السكال وقلبت البروب 90 ديجريز بيطلع لي الفيس اوف ذا بيبي على طول. ده بال 2 دي اسمه الليب فيو، ده طبعا يؤكد لي ان مفيش هنا كليفت ليب اور ثامثينج، دي الشين اوف ذا بيبي. حتى النيزل بون ليها سيجنيفيكانس يعني، بس احنا مش عايزين نستفيد قوي في الحاجات دي، لان حتى النيزل بون عدم وجودها دي ليها سيجنيفيكانس، مثلا بتبقى على الترايزومي 13 بيبقى ما عندهمش نيزل بون. فحتى النيزل بون اوستيفيكيشن بنشوفه، ده البروفايل بتاع البيبي والماوث بتاعه، وده ال 3 دي طبعا لو ابر هاند، ال 3 دي وال 4 دي لو ابر هاند في السيرفس انوماليز، زي مثلا الكليفت ليب اهي، دي حاله لسه يعني كنت شايفاها يمكن ما فيش من الشهر اللي فات ده على طول، كنت لسه بوريهم الفيس اوف ذا بيبي وبعدين لقينا كليفت ليب، كنت متضايقه جدا يعني شكل البيبي اجلي. وده يعني كان عنده بقى كليفت ليب وكليفت باليت، احنا المفروض برده واحنا بنأسس يعني كان عنده الدوبلر لطيف في الحاله دي ان هو بيورينا الفلو بتاع اللايكور ان هو داخل ان بتوين ذا ماوث اند نوز ماشي وداخل، فده معناه ان هو عنده كليفت باليت، تبقى باينه في ال2 دي برده. انا كان عندي صوره ليها لل2 دي بس مش منزلاها هنا. السكس اوف ذا بيبي مهم، بس دونت سي ذا سكس اكسبت اف يو سي ات،
ده اللي في ميل سكس بشوف التو ليبيا والكليتورز ان بتوين. لكن don't say there is no there is nothing then it is a female. لا لانه ساعات بيبقى ميل وبيبقى السكس ان بتوين فمش مش مش واضح. الحاجه الثانيه ان انا وانا بشوف السكس don't see it in between the buttocks, نشوفه من بره, هات الباتوكس from outside ده هيبقى اوضح كتير. ده طبعا انا بجيب البروب من السباين, بمشي مع السباين لحد ما بوصل للإيلياك بونز, يبقى دي الباتوكس. لو عملت 90 ديجري هتجيلي الفيمر ومن بره هيجيلي السكس. الفيمر اهي المفروض ده اوستيفيك سنتر, يعني الفيتس ده ماتيور, يبقى دي ساين اوف ماتيوريتي ان انا الاقي الاوستيفيكيشن سنتر ظهرت بتاعه الفيمر والتيبيا. لما بقيس فين؟ بقيس من هنا, دي كارتلاجنس هيد نوت انكلودد, فبقيس من هنا مش من هنا, بقيس من هنا لهنا, يعني لو قست كده بيطلع اكبر من الحجم. الفيتال هارت احنا ماسكين كده ايه ريجن ريجن. الفيتال هارت شايفين هنا ده الفور شيمبر فيو, يعني دي على الاقل اللي لازم نشوفها. طبعا هو في كارديك انوماليز فظيعه جدا يعني ممكن احنا ما نعرفش نوصلها, بس على الاقل بشوف الفيو ده اللي هو الفور شيمبر فيو, يوريني الانتر فنتريكولار سيبتم. شايفين هنا السيبتم هنا انتاكت. الاول حاجه ببص عليها على الهارت الاكسس اوف ذا هارت, هل هو ليفوكاردي ولا دكستروكاردي. بعرف ازاي؟ ابص على الاستومك, لو لقيت الهارت على نفس البوزيشن بتاع الاستومك يبقى هو ليفوكارديا, يبقى الاكسس بتاعه مظبوط. الرايت فنتريكل في الفيتس هو اللي بيشتغل, فبلاقي الرايت فنتريكل ترابيكوليتد وول. شايفين الرايت فنتريكل؟ ممكن بقى بس يعني مش مشكله يعني وقتها, بس يعني اللي هتلاقي فيه انوماليز في الهارت غالبا, يعني دايما الدكستروكارديا بيبقى معاها, لكن ممكن يكون نورمال كده فمش مش هعرف اعلق عليه في الفيتس لو هو سايتس انفيرسس توتاليس يعني. خلاص يبقى دي الفور شيمبر فيو, ده الرايت فنتريكل لو ترابيكوليتد وول, وده الليفت فنتريكل, دول التو فالفز, ودي البيتنت فورامين اوفال بتفتح وتقفل دوت تو اتري. في خطوه تانية ممكن اعملها برده سهله شويه, ان انا لو طلعت بالاكسس بتاعي لفوق شويه لو لقيت الفاسلز كروسنج ده معناه ان هما نورمال بوزيشن, ان الاورطه والبالمونري لما بيطلعوا بيكروس, لو لقيت الفاسلز بارلل يبقى ده ترانس بوزيشن اوف ذا جريت فاسلز. وفي حاجات كتيره بقى اللي هي السوفيستيكيتد انوماليز, عشان كده احنا دايما في تقاريرنا بنكتب نو جروس انوماليز سين, يعني عشان لو في سمول انومالي يبقى انا ما كده. نيجي بقى للابدومينال. الابدومينال سيركمفرنس احسن مكان اقيسه فيه ان انا ببقى شايفه فيه الاستومك والسبلين والليفر وعند دخول الامبلايكال كورد اللي هو عند مكان اللي هو بيدخل ويعمل بعد كده البورتال فين. فده البروبر بلين اللي بقيس فيه الابدومينال سيركمفرنس. الاستومك المفروض انها بتكون well defined لان هو بيبقى دايما البيبي بيبلع امنيوتك فلويد كتير, فبشوف الاستومك كويسه واضحه. لو ما شفتهاش يبقى شك ان في حاجه عامله obstruction او اكاليزيا في الصغيرين, دي صعبه قوي في الفيتس يعني اتريزيا. افتكرت اكاليزيا. او ان احنا نلاقيها distended more than expected, فدي ممكن تكون ماشيه مع duodenal اتريزيا والحاجات دي. لا ملهاش ديفينيت ميجرمنت, جداول بقى يعني. او لو انا شكيت انها ديستندد قوي ممكن اعمل ريبيتد فولو اب, لو لقيتها ستيل ديستندد وممكن الاقي بقى بقيه الباول مش ظاهره او ايكوجينيك, دي بنسميها حتى الايكوجينيك باول سيندروم, الاقي البيبي الباول بتاعته ماركد لايكوجينيك لانه مفيش حاجه بتعدلها فبلاقي فيه ايكوجينيك باول. الليفر طبعا بيبقى واضح ما فيهوش اي مشاكل. مهم الاناتوميكال ده عشان لو في عندي بقى ابنورماليتي عندي ماس بعرفه هي طالعه منين بالظبط. احسن وضع بشوف فيه الكيدنز اوف ذا بيبي الوضع ده, ان انا اجيب السباين واجيب الكيدنز اون بوث سايدز اوف ذا سباين في الباراسباينال جاتر. ادي كيدني وادي كيدني. في رينال دايمنشنز برضو يعني هو المفروض at full term بتبقى حوالي
فور بتوصل up to 40 مليمتر في اللينث بتاعها عند الفولتر. دي حاجة من ال يعني الانوماليز اللي بتيجي في الترنك. لما اتكلمنا على الابدومن في انوماليز كتير بتيجي في الترنك. ده فيري رير انومالي في الحقيقة اللي انا جايباها دي اللي هي اسمها بودي ستوك سيندروم. بودي ستوك انومالي ان البيبي ما بيبقاش عنده ترنك، ما بيبقاش عنده ابدومينال وول، وبنلاقي الليفر عايم كده في الفلويد والليمز لازقه على طول في البيبي على طول. فده بنسميه البودي ترانك سيندروم. وله اسم تاني اللي هو بيبقى اسوشيتد معاه امنيوتك باندز. لو تسمعوا عن الامنيوتك باند ان في بعض الاحيان بيبقى فيه امنيوتك باند بتلف على جزء من البيبي وتمنع ان هو ينمو، وبالتالي الجزء ده يبقى نيكروتك ومافلد. ونشوف المنظر ده كده. السكيلتون برضو من الحاجات المهمة ان احنا نبص عليها. احنا ممكن نشوف صور ليها بس ايه اما نخلص وما تسألوش كتير. الاكزامفلس في فرق في انفالوسيل وفي اكزامفلس وفي جاستروسكيزس، ثلاث انواع. انت فتحت على نفسك فتحة. الانفالوسيل بيبقى فيها ساك اونلي وفيها فلويد انسايد. الانفالوسيل بيبقى معاها فيها هرنييتد باول. الانفالوسيل والاكزامفلوس الاثنين بيبقى ليهم وول، لكن الجاستروسكيزس بتبقى باول ويذاوت وول، باول هرنييتنج ثرو ذا يعني هرنيا ويذاوت وول، فبنسميها جاستروسكيزس. دول الثلاثه انتيتيز بتاعت الابدومينال وول ديفكت. ريجاردنج ذا سكيلتون، السكيلتون مهم قوي ان احنا نبص عليه، خصوصا لو في بولي هيدراميوس. لو في بولي هيدراميوس لازم نبص على السكيلتون كويس، لانه معظم السكيليتال انوماليز بتعمل بولي هيدراميوس، ومعظم الرينال انوماليز بتعمل اوليجو هيدراميوس، لان البيبي ما بيبقاش بيطلع يورين فبيحصل معاها اوليجو هيدراميوس. طيب انا ازاي اساس السكيليتال سيستم اوف ذا بيبي؟ نمره واحد عندي ان انا ابص على الفيمر، اشوف الفيمر لينث شورت ولا نورمال. يبقى نمره واحد الفيمر. لو لقيت الفيمر لينث less than 2 standard deviation، يعني ايه less than 2 standard deviation؟ يعني اقل من النورمال برسنتايل والهيد نورمال، يبقى انا هعتمد على ممكن يبقى هو انتراين جروث ريتارديشن، يبقى كله ريتاردد، فلازم يكون الفيمر اقل من الهيد بنسبه معينه. يعني عاده البرسنت بيبقى من 72 ل 82% الريشيو بتوين ذا هيد اند فيمر. لو لقيت الريشيو اقل من كده يبقى الفيمر ده شورت، فبدخل بقى في الدورفيزم باسبابه المتعدده. لو هو جنرالايزد مثلا يبقى هيدخلني ده طبعا قصه كبيره قوي السكيليتال ديسبليزيا مش هناخد فيها. لكن طب انا اعمل ايه؟ يبقى لو انا شكيت ان الفيمر شورت، دي بقى نيسيسيتيتنج ان انا يبقى معايا جداول برضو عشان اشوف الهيومرس شورت ولا لا. لو لقيت الهيومرس شورت كمان يبقى ده جنرالايزد، والتيبيا والفيبيولا والحاجات دي كلها. لان احنا بنقسم الدوارفيزم ميزوميلك ورايزوميلك وايه واكروميلك. الميزوميلك اللي هو الجزء ده هو اللي بيبقى سمول اور ابسنت. الرايزوميلك بيبقى الابر بارت هو السمول اور ابسنت. وفي بقى المايكروميليا اللي هو كل الليمب شورت زي الزناتوفوريك ديسبليزيا مثلا، يبقى كل الليمب بتاعهم شورت. طيب هو انا مطالبه ان انا اعرف، انا جالي حاله مطالبه ان انا اعرف نوع الانوماليا، مطالبة بس اعرف هي ليثل ولا لا. لانها لو ليثل ممكن في ناس ممكن تعمل يعني ساعات يعني بعض الناس افتت انه ممكن لو حاجة ليثل ان هم يعملوا لها ابورشن زي زناتوفوريك ديسبليزيا، خصوصا ان هم بيبقى عندهم هايبوبلاستيك لانجز. يعني معظم الحالات دي بيبقى معها سيفير هايبوبلاستيك لانج، تلاقي فيري نارو شست. هنشوف صورة ازاي الهايبوبلاستيك لانج بيبان برضو. يبقى انا عندي لما بشوف احنا قلنا الليمب بادز بتظهر عند 9 ويكس، فروم 11 ويكس بقدر ان انا اشوف ادي الليمب بادز بتبتدي تظهر كده وبعدين كده وبعدين بتظهر الليمب كله على بعضه باي 11 ويكس. يبقى ده ستارتنج فروم 9 ويكس تيل 11 ويكس بتبتدي تظهر الليمب كلها. يعني باي 11 ويكس بقدر ان انا اشوف الاكستريميتي از 3 بارتس، ثاي ولج وفوت. وحتى الفوت طبعا بقدر اشوف الفينجرز.
دي في الحقيقه بتفيدني قوي الفور دي فيها، ان انا اشوف الفينجرز كويس واشوف السيرفس كومبلكس، الحاجات دي كلها مهمه. يعني بيتحرك البيبي بيتحرك قدامي. ريجاردنج الكلاب فوت دي من الانوماليز الشهيره، ان انا لو لقيت بولي هيدرامينيوس ومش شايفه حاجه ابص على الفوت. بشخص ازاي كلاب فوت؟ انا المفروض ان الليج الاكسس بتاع الفوت والليج ما بيبقوش ان ذا سيم بلين. لو لقيت الاكسس بتاعهم ان ذا سيم بلين يبقى دي كلاب فوت، يعني دي النورمال اهي ودي الكلاب فوت هنا وهنا. ان ذا سيم بلين يعني شايفهم الاثنين مفروضين في وضع واحد. المفروض انت عندك هنا دي عامله انجل اوفر ذا فوت، لا هنا ما بقتش عامله انجل، بقت كلها بصالك، فده ان ذا سيم بلين. طبعا ده عنده تاليبس وعنده كمان ايه بوليداكتلي، عنده ست صوابع. غير ان انا اشوف الشورتنس، ان انا ابص على البون نفسها، البون دي نورمال ولا فيها ايريجولاريتي. اشهر حاجه بتعمل بون ايريجولاريتي الاوستيوجينسيس امبرفكت. ادي شايفين الـ هو شورت فيمر طبعا من الفراكشرز اللي حصلت، وله ايريجولار اوت لاين، وفي الديبريست نيزل بريدج وفرونتال بوسنج. وده المود ده في ال 3 دي بنسميه الاكس راي مود. شايف جايب البون بالكالس فورميشن بتاعها واضحه خالص، فده مبين ده حاله اوستيوجينيسيس امبرفكتا. دي من ضمن الحاجات اللي سهله تشخيصها لو انا بصيت على البون كويس. اجي اقيس الفيمر احس ان الدنيا كلها معرجه كده ومش مظبوطه، فده مع الاوستيوجينيسيس امبرفكتا. يا ما هو ياخد وقت، ما هو يعمل فحص مظبوط. يا اما انا كنت اول ما ابتديت اشتغل، الحمد لله دلوقتي اسرع يعني الخبره برضو تبقى اسرع، لكن اول كانوا بيخبطوا عليا يكسروا عليا الباب في المركز يعني يقولي افتحي بقى والحالات تتخانق، واقول لهم مش مهم الحالات تتخانق. لا هو جنرالي انت لو وعدت نفسك في الاول ان انت تعمل سكريننج لافري بارت مش هياخد منك وقت. يعني انت زي ما بنقول احنا بنعمل جنرال سيرفي ات ذا فيرست تايم، ان انا بشوف هيد الليمز، اتاكد ان الليمز بريزنت، اتاكد ان الهاندز والفينجرز موجودين، لان دي من ضمن الحاجات اللي احنا هنشوفها في البايوفيزيكال بروفايل. لسه هنتكلم عن البايوفيزيكال بروفايل، انه التون بتاع البيبي هو بيحرك ايده، دي في البايوفيزيكال بروفايل. خلاص نيجي بقى للبلاسينتا والامنيوتك فلويد. احنا كده خلصنا يا جنرال، طبعا مش هنقدر نتكلم عن انوماليز كلها، ممكن نقعد لبكره يعني. النورمال سونوجرافيك اناتومي اوف ذا بلاسينتا، انا بعد ما علقت على البيبي وعملت له جنرال سيرفي طمنته انه ما فيش اي انوماليز بريزنت، ببتدي بقى اشوف البلاسينتا واشوف اللايكر. ريجاردنج ذا بلاسينتا، النورمال سونوجرافيك باترن اوف ذا بلاسينتا تشينجز فروم ا سيريز اوف سمول وايت بليكس اللي هي نقول عليها ديسيجوال رياكشن، لحد ما بتبقى ليها جرانيولار ابييرنس ات 10 ويكس جيستيشن. In the second trimester it becomes homogeneous with non-calcified texture. يبقى المفروض النورمال بلاسينتا تبقى completely homogeneous زي اللي شفناها اللي هي فيها two placenta في التوينز with non-calcified texture. At 20 to 24 weeks يبتدي يتكون في البلاسينتا some eco-free areas. Some eco-free spaces within the placental substance اللي هي small areas of degeneration ودي normal. يعني ما اقولش لا دي بلاسينتا فيها degeneration يبقى في مشكلة. لا دي نورمال فايندنج، ممكن الاقيها من 20 to 24 ويكس، ان يبقى في سام ايكو فري سبيسز بريزنت ان ذا بلاسينتال سبستنس. ليه؟ لان دي بتحصل مع الانلارجمنت والادفانسمنت اوف ذا بلاسينتا. مش بس كده، انا ممكن الاقي شويه هايبو ايكويك ارياز بريزنت عند السب كوريونيك بليت، دي نورمال، دي تبقى سب كوريونيك فايبرين ديبوزيشن، دي نورمال فايندنج. At 36 weeks the spaces become more apparent. ويبتدوا السبيسز دول يبقوا separated by calcified areas اللي هم الانتركوتيليدون سيبتي. حد منكم طبعا يعني اكيد في الامتياز حتى ولدتوا حالات او كده، بنشوف شكل البلاسينتا لما بنطلعها ولازم نعد الكوتيليدونز في الاخر، هو نفس الكوتيليدونز دي، منظر الكوتيليدونز دي بنشوفه بالالترا ساوند. بنشوفه ازاي بقى؟ ده البلاسينتا الجريدنج. في الفيري ايرلي اللي هي جريد زيرو بتبقى البلاسينتا عباره عن فوكال بلج بس. بتبقى فوكال بلج، يعني في الحاله دي بقول انه في نورمال ديسيجوال رياكشن
with the four coming placenta is seen posterior. يبقى في thickening كده موجود posterior, دي بنسميها grade 0. في grade 1 بلاقي انها homogeneous بس with random echogenic areas seen within. بعد كده بلاقي في basal echogenic area ابتدت تظهر هنا, وابتدى هنا يبقى في indentations في الكاريونيك بليت, دي grade 2. grade 3 الانديشنز دي بتوصل للسيرفس اللي هي بتعمل كوتليدنز بقى, دي grade 3. البلاسنتال جريدنج يمكن جريد 3 هي مهمه, انه لقوا انه يعني في بعض البيبرز لقت انه ان البلاسنتال جريد 3 الاطفال دول ما بيجيلهمش ريسبيراتوري ديستريس بوست ديليفري, فهي معنى كده ان هي it is an important in the signs of maturity of the baby. ده ريجاردنج ذا بلاسنتال جريدنج, وهي بتدخل برضو في البايوفيزيكال بروفايل اسسمنت. دي جريد 1 هوموجينس, يمكن فيها small echogenic areas لكن هي totally homogeneous, يبقى دي grade 1 placenta. دي grade 2 ابتدى يبقى فيها indentations, comma shaped indentations بس لسه مش واصلة للسيرفس, يبقى دي grade 2 placenta. grade 3 اهي البيزل echogenic line اهو 2 ابتدت تظهر, يعني المفروض انها بس هنا اصلا عندي مش جاية في الفيلد اوف فيو اهو, يبقى هنا ده البيزال ايكوجينيك لاين, وابتدت الكوتليدنز توصل من السيرفس لحد البيزال ايكوجينيك لاين, يبقى دي جريد 3 بلاسنتال ماتوريتي. يبقى ده ريجاردنج ذا بلاسنتال جريدنج. طيب ريجاردنج ذا بوزيشن اوف ذا بلاسنتا, مهم ان انا اقول بلاسنتا دي فين, انتيرير بوستيرير, واهم من انتيرير وبوستيرير هي لو لاينج واصله لللور يوتراين سيجمنت اور نوت. ولو حد بعت لك ان هو شاكك انها بلاسنتا بريفيا لازم تكتب له the edge of the placenta is 3 cm from the internal os, يبقى انت اكدت له كده ان انت شفت the lower edge of the placenta and it is not reaching to the level of the os. مهم كمان لو ال patient has cesarean scar, اقول ان البلاسنتا دي overlying the cesarean scar ولا لا. We have one patient died from placenta accreta on the cesarean scar. لما جه الجراح يفتح لقى نافورة بلد لأن البلاسنتا كانت أكريتا وكانت داخلة جوه the site of the placental scar, فدي مهمة قوي إن احنا نقول له إن البلاسنتا فيه عشان يعمل حسابه. والعينة كانت يعني نزفت لدرجة إن هم عملوا لها ligation للإنترنال إيلياك vessels بس she passed away. يبقى نمرة واحد البلاسنتال localization, أدي ال edge of the placenta in relation to the cervix. في other placental abnormalities بقى, ان انا ممكن الاقي البلاسنتا دي thick و large, دي بتبقى مع حالات الدايابيتس, الفيتال هايدروبس, الحاجات دي كلها, ولكن البلاسنتال thickness is not good criteria. يعني شفنا الحالة اللي فاتت دي البلاسنتا very thick, يعني انا لو قست ده هيطلع اكتر, المفروض البلاسنتال thickness 4 سنتيمتر, هي هنا اكتر من 4 سنتي ولكن normal, فيبقى اذا البلاسنتال ثيكنس ما هوش, لكن بقول ان هي اوف نورمال ثيكنس برضو في التعليق بتاعي. الاهم بقى عند النورمال ثيكنس, هل هي فيها ابربشن او ريترو بلاسنتال هيماتوما اور نوت, لازم اتاكد انه ما فيش ابربشن او ريترو بلاسنتال هيماتوما. البلاسنتا دي انتيريور, البلاسنتا دي انتيريور, هي low lying but not reaching to the level of the cervix, يعني هي واصلة لل lower segment لكن هي حوالي مثلا 2 cm from the level of the cervix, فدي ما تعتبرش previa. لو لقيت low lying placenta في early pregnancy don't say placenta previa, say low lying placenta for follow up, لأن دي غالبا هتطلع low lying placenta for follow up. بس المهم اقولها لانه ساعات لما بيحصل migration للplacenta upwards ساعات بيبقى فيه بعض streaks of blood, هتبقى هي عارفة عشان البلاسنتا دي بتأرايز لفوق. هو المفروض من 12 ويكس بنبتدي نشوف البلاسنتا فول. في الليت سكند تريمستر المفروض ان البلاسنتا تكون كلها طلعت فوق. دي البلاسنتا اهي, شايفين البلاسنتا دي low lying وcovering the cervix. دي low lying بلاسنتا posterior wall grade 2 low lying وcovering the cervix. لو لاينج بس نوت كفرنج, دي مش ملهاش اهميه, مش مشكله, يعني مهم انها مش واصله للليفل اوف ذا سيرفكس.
هي ما ده البلاسينتا اهي، دي برضو شايفين ازاي البلاسينتا اوفرلاينج الاس، دي بلاسينتا بريفيا سنترالز بقى شايفين. دي خلاص يعني دي 19 ويكس عدت شويه، فدي هنعتبرها بلاسينتا بريفيا، هي كفرنج ذا ليفل اوف ذا اس. في حاجه تانية بتطلب مننا ساعات، ازاي نقيس، نعمل سيرفايكومتري نقيس السيرفكس، بس ده طبعا بيبقى في الايرلي بريجننسي. ازاي نقيس السيرفكس؟ السيرفكس اهو بقيس اللينث والويدث وبقيس الانترنال اس وبشوف اذا كان في اسوشيتد فانلنج اور بلجنج ممبرنز اور نوت. لو في فانلنج لكن الفانل ده less than 1 سنتيمتر اتس نورمال، مفيش مشكله. يبقى ده ازاي بنقيس الانترنال اس؟ بقيس الايكوجينيك بارت from the echogenic part to the echogenic part زي ما بقيس الاندوميتريوم بالظبط. هنحاول نخلص على 11:30 وناخد بريك ل دلوقتي احنا احنا بادئين 9:30 بس، وتاخدوا بريك حتى يعني لو ايه لا مش قوي، انتوا عايزين نخلص الاوبستريك وتاخدوا بريك وبعدين نكمل. طيب اوكي، اللي عايز يسال يقعد معايا مفيش مشكله ما يروحش بريك. نيجي بقى ازاي بنقيس الامنيوتك فلويد اندكس. الفوليوم اوف ذا امنيوتك فلويد از ايفالويتد باي فيجوالي ديفايدنج ذا مادر ابدومين انتو 4 كوادرنتس فيرتشوالي، كده بنقسمها الى 4 كوادرنتس بالنظر كده، ما لهاش حاجه محدده. وبقيس الفور كوادرنتس، بقيس فيرتيكال دايمنشنز بتاعت اللايكور بريزنت. التوتال فوليوم المفروض ان هو بيرينج فروم 8 تو 20، في ناس في حتت كاتباها 24 بس احنا ممكن نخليها من 8 تو 20، وانا بخلي من اوفر 20 ده مايلد بولي هيدرامينيوس فور فولو اب، واقل من 8 ل 5 ده مايلد اوليجو هيدرامينيوس فور فولو اب. اقل من 5 ده شور اوليجو هيدرامينيوس، واكتر من 24 ده بولي هيدرامينيوس. لكن ممكن ساعات انه في الليت بريجننسي ما بقاش شايفه غير 1 بوكت، فوقتها بقيس على ال 1 بوكت ميجرمنت، لو اكتر من 8 ده بولي هيدرامينيوس، لو اقل من 2 ده اوليجو هيدرامينيوس. يبقى لو انا عندي في بريجننسي في طول الشهور عادي بقيس بالايه؟ بالامنيوتك فلويد اندكس، والامنيوتك فلويد اندكس التمييز بتاعه سنتيمتر مش سي سي، يعني هو مش فوليوم، ده هو ميجرز، فهو بالسنتيمتر. ايه بقى فايده ان انا اقيس اللايكر؟ لان انا عندي اكسسيف اور ديكريزد اماونت اوف لايكر كان بي كليرلي ديبكتد باي التراساوند، وده سواء اكسسيف او ديكريز بيبقى له امباكت على الفيتس، له ادفيرس افكتس اون ذا فيتس. In both situations, careful ultrasound examination should be made to exclude intrauterine growth retardation. دي بتبقى مع الأوليجو طبعاً، هما بيبقاش البيبي vital enough إن هو يدي لايكر. And congenital malformations in the fetus زي الانتستينال أتريزيا، الهيدروبس فيتاليس والرينال ديسبليزيا، كل دول بيعملوا أوليجو هيدرامينيوس. ده بولي هيدرامينيوس. طبعاً ساعات بيبقى مش محتاجة قيس، ده بالنظر يعني شايفين كمية اللايكر قد إيه؟ ده البلاسينتا والبيبي مزنوقين ورا خالص من كميه الاوليجو هيدرامينس الموجوده. الهارت اهو كويس، شايفين الانتر فنتريكولار سيبتم والكيفام سيبتم بليوس البيتنت فورام الاوفيل، وده الفالفز، فده البيبي وده الماركت بولي هيدرامينيوس بريزنت. بس البيبي ده عنده ايه؟ انا جايبه الصوره دي عشان اوريكم، عنده بالمونري هايبوبليزيا، عنده pulmonary hypoplasia. دايما الامنيوتك فلويد ابنورماليتيز، شايفين الثوركس الريليشن بين الثوركس والابدومين، دايما لما اجي اسس فور ذا pulmonary hypoplasia هات الفيتس ساجيتال فيو، هتلاقي ان الثوركس فيري نارو والابدومين بروترودنج، شايفين الاندنتيشن ده. وطبعا لو بصينا هنلاقي ان الهارت واخد معظم الكافيتي بتاعت الشيست، تقريبا مفيش لانج، فده الايفيدنس بتاعت البالمونري هايبوبليزيا. ده البيبي اللي كان عنده بولي هيدرامينيوس، عنده ايه؟ سكليتال انومالي.
عنده رايزوميليك دوارف، ما عندوش اصلا هيومرس، يعني هو فور ارم عامل زي، يعني انا شبهته وقتها شبه جناح الفرخه كده، ان هو له بس فور ارم وهاند فقط، وبقيه الفيتشرز بتاعته برده ما هواش نورمال. يعني هو عنده ديبريست نيزل بريدج، هايبر توليريزم، لو انت عايز بقى الانتر اوكلير ديستنس، عنده هايبر توليريزم وعنده ديبريست نيزل بريدج، ده رايزوميليك دوارفيزم. طبعا له بقى لسته، لسته طويله يعني. طيب احنا قلنا نمره واحد ان احنا هنأسس اللايكور اماونت، وقلنا انه بيبقى فيه اسوشيتد انوماليز مع البولي هيدرامينيوس ومع الاوليجو هيدرامينيوس. تاني حاجه بنأسس الكونسستنسي اوف ذيس لايكور، هل هو تربد ولا كلير. ساعات كتير قوي ناس تقول لي ايه، احنا بنشوف اللايكور تربد على طول، مع الهاي ريزولوشن ماشينز بنشوف البارتكلز بتاعت اللايكور فبنحس انه تربد، تحس زي الصوره الاولانيه دي، نجيب كده البولي هيدرامينيوس، شايفين هنا ده مش تربد، ده هو الموفمنت بتاعت الفلويد بارتكلز بس. يعني في مش هتتوقعوا ان انتوا تلاقوها كلير يعني زي الانيكوك خالص، لا هي مش انيكوك خالص، هي بيبقى فيها فاين لو ليفل انترنال ايكوس، لكن لما الانترنال ايكوس دي بتزيد بتدي بارتيكيوليت اسايت بارتيكيوليت لايكور زي هنا كده. شايفين الموفينج بارتيكلز، شايفين السايز بتاعها في لا بتبقى لارجر ان سايز وايكوجينيك، عشان ابتدى يبقى فيها ميكونيوم، ودي بتبقى ساين اوف ماتوريتي. يعني انا لما بقول ان اللايكور تربت معناه ان بقول لهم ان اللانج ماتشور. طبعا في ديفرنت ساينز اوف ماتوريتي، منها الفيتال لانج ماتوريتي، ومنها التوربيديتي اوف ذا لايكور، ومنها البلاسنتال جريدنج، منها الهاوستريشن اوف ذا كولون، ويل ديفلوبد كولونيك هاوسترا. بالتالي في صوره للكولونيك هاوسترا هنا، او شايفين هنا في وان بوكيت، ده في الليت بريجننسي فبقيس بس البوكيت ده قد ايه. ما هو دي ساين ان هو ابتدى يكون ميكونيوم، يعني بقى ماتيور انف، والاقي الكولون نفسه فيه ميكونيوم. لا مش ديستريس، لا مش شرط انه يبقى ديستريس، لا اهو شايفين البارتكلز. دي الباول، شايفين الكولون هاوسترا، this is normal maturity. الابيرنس اوف ذا اوسيفيك سنترز دي نورمال ماتوريتي اوف ذا فيتس، لان ده كتير قوي بيطلب مننا في الالكتيف، الناس اللي هيعملوا الكتيف سيزارين، البيبي ده ينفع يتولد ولا لا. كان في واحده لللنج بس هنشوفها بقى من تاني، مش محطوطه هنا. لا ما فيش مشكله غير انها تكون ان هو ده ماتيور فيتس، ممكن لو لقيناه تربت في الايرلي يبقى ده ديستريسد بيبي، ابتدى يكون ميكونيوم يبقى ده ديستريسد. يبقى many structural abnormalities in the baby. بالنسبة للمي fetal malformation بقى اللي احنا بنسميه الانوماليز كان، ان انا ابتدي ادور على fetal anomalies، ودي بتبقى مهمة لو انا لو هي في previous fetal anomaly in another sibling، ده لازم ابص عليه كويس بقى. Many structural abnormalities in the fetus can be reliably diagnosed by ultrasound before 20 weeks. منهم الهيدروكيفالس والانينكيفالي والمايلومينينجوسيل والاكوندروبليزيا، سباين ابيفيدا اكزامفلوس، الجاستروسكيزس، كل دول ممكن يظهروا في الايرلي بيفور 20 ويكس. With more recent equipment other conditions زي cleft lip and palate والconjugal cardiac abnormalities can be assessed. يعني احنا دايما عندنا عندنا الconjugal cardiac abnormalities، معظم الاجهزه الحديثه دلوقتي حاطه عليها cardiac parameters، ان هو نقدر ان احنا نستخدم الكاردياك ده، ان هو بيديني فيري هاي ريزوليوشن، بقدر اشوف بيه الكاردياك شيمبرز والاسوشيتد ديفكتس. في الفيرست تريمستر احنا قلناها انه بيبقى فيه التراسونيك سوفت ماركرز فور كروموزومال ابنورماليتيز، زي الابسنس اوف ذا فيتال نيزل بون، وانكريزد نيوكال ترانسلوسنسي اللي هي ذا اريا اون ذا باك اوف ذا نيك، اللي هي بتستخدم يعني فور ديتكشن اوف داون سيندروم. ده بالنسبه للفيتال انوماليز. في بقى انتيتيز ثانيه مش انوماليز، ممكن يحصل هايدروبس فيتاليز. ما هو الهايدروبس فيتاليز؟ ايديمتس بيبي، ان انا الاقي البيبي ايديمتس، الاقي السكين بتاعه ايديمتس، الاقي عنده بلورال افيوجن واسايتس. الايديمتس بيبي ده له ا فيري لارج ليست اوف
causes. بقسمه في الاول الى اميون ونان اميون. اميون ار اتش، ار اتش نيجاتيف خلاص، ار اتش بوزيتيف لا، يبقى في اذر كوزز زي الكارديوفاسكولار عنده مشكله في الهارت، او بالمونري بروبلمز، كروموزومال ابنورماليتيز، التورش انفكشن، ونيو بلاستيك كونديشنز ممكن تعمل برضو هيدروبس فيتالز. كل دي كوزز اوف هيدروبس فيتالز. This is a case of hydrops fetalis severe. شايفين هنا في ايه؟ البلاسنتا لو لاينج خالص تحت. نجيبها تاني. This is the spine. في pleural effusion with collapsed lung وفي ascites. وفي marked skin sickening. ومع السكين sickening بيبقى فيه لينفيديما. اللينفيديما دي بتعمل cystic spaces في السكين اللي هم دول. شايفين؟ cystic areas. دي بتبقى lymphocytes. نتيجه للليمفاتيك اوبستراكشن ماركت سكين ثيكنينج. وطبعا في اوليجوهيدراميوس، مفيش لايكور خالص تقريبا. السلايد ده مورينا سبب الهايدروبس فيتالس. اتس كاردييك، عنده سنجل فنتريكل. شايفين دي فور شيمبر فيو، ذير از اونلي سنجل فنتريكل سنجل اتري اهو. وده ده السكند سكن، ده الافيوجن اهو واضح هنا. ايكوجينيك باول اسايتس، ودي الليمفانجيومز اللي موجوده في السكين اوف ذا بيبي. دي كومن اسوشيت، انا اول مره اشوفها كنت يعني بقول ايه، يعني ما عرفتش ايه ده لحد ما رحت دورت عليها في الليتريتشر، فلقيت انه مع الهايدروبس بيتكون ليمفوسيلز فروم ليمفاتيك اوبستراكشن. ده واحد من الهايدروبس فيتاليس كوزس اللي هو كاردياك. دي برضو من فوائد الفور جي ان انا توريني السيرفيس كومبلكشن. This is cyclops. Only one eye present. هو النوز مش باينة اصلا يعني. هو غالبا البيبيز دول بيبقى عندهم كمان حاجة بنسميها ميت فيشيال ديفكت. يعني يبقى عنده الميت فيس فيه بروبلم. فتلاقي الاي وان اي، وتلاقي sometimes instead of the nose بيبقى عنده something like the حاجه زي الزلومه كده proptosis present. دول بنسميهم ميد فيشيال ديفكت، بتبقى مشكله في الميد فيس بتظهر. الانتي بارتم فيتال مونيتورنج، ريجاردنج ذا انتي بارتم فيتال مونيتورنج، لازم وانا بتكلم بقى، انا اتكلمت على البيبي وعلى الدايمنشنز بتاعته وعلى ال اللي هي حاجات الفيزيكال كلها واللايكور والبلاسينتا، ناقص ان انا اتكلم على البايوزيكال بروفايل، اقول له البيبي ده كويس ولا وحش. هو ما عندوش انوماليز لكن ما بيتحركش، ده مش كويس خلاص. ما عندوش انوماليز بس الهاند بتاعته على طول فلاسيد، ما عندوش تون، يبقى ده ابنورمال وهكذا. الاسسمنت ده بعمله بحاجه بنسميها البايوفيزيكال بروفايل اوف ذا بيبي. البايوفيزيكال بروفايل ذيس واز ديسكرايبد باي مانينج in 1980 a number of physical activities that could be recorded by real time ultrasound. ايه هم بقى البايوفيزيكال اكتيفيتيز؟ الفيتال موفمنت، الفيتال تون، الفيتال بريذنج موفمنت، والامنيوتيك فلويد فوليوم. وفي واحده خمسه بقى اللي هي البلاسنتال جريدنج، احنا بنحطهم بيبقوا 10 اوت اوف 10. في عندنا حاجه كمان اسمها النون ستريس تيست. هو النون ستريس تيست ده عاده يعني احنا مش بنعمله قوي، بس بشوفه وانا بشتغل. يعني لو اول ما البيبي بيتحرك بتلاقي البيزل هارت ريت بتاعته بتزيد باي 15 بيتس بير مينيت. لكن هو لو ان احنا ممكن لو عملنا بريشر على البلاسينتا بحيث ان يبقى في جاش اوف بلاد تو ذا بيبي ممكن يعمل انكريزد هارت ريت. هو ده النون ستريس تيست. وفي الحقيقه النون ستريس تيست ده قصه لوحده، ان هو ممكن يطلع ايكويفوكال او رياكتيف او نون رياكتيف. لو رياكتيف يبقى نورمال، لو ايكويفوكال لازم اعمل فولو اب، لو هو ابنورمال يبقى خلاص بحطه زيرو، بحط الجريد بتاعته زيرو. الفيتال بودي موفمنت يبقى لازم يكون فيه 1 ايبيسود اوف موفمنت ان فور 30 سكند ديوريشنز ويذين 30 مينتس، يعني في خلال نص ساعه. طيب انا لو شكيت، انا اوقات بيبقى البيبي ما بيتحركش بس انا شايفاه كومبليتلي نورمال واللايكور كويس والام بتقول لي ان هو بيتحرك كويس، لكن لو هي جايه اصلا بشكوى ان البيبي ما بيتحركش ولقيته كمان في الاكزامينيشن ما بيتحركش، sometimes نديها حاجه شوجري، نقول لها كلي حاجه شوجري كده عشان البيبي يتحرك، وتستنى شويه بره وندخلها تاني ونشوفه اتحرك ولا لا.
او نسالها في الفتره دي اتحرك ولا لا. يبقى ده الفيتال موفمنت. يبقى المفروض within 30 minutes يتحرك one episode of movement, بس مش movement بسيطه, تقعد 30 seconds for 30 seconds. خلاص بقى بعد دي يعني انا لو شكيت احنا مش هنقعد نص ساعه في كل حاله يعني, ما كانش حد غلب. ماشي, لو الفيتال موفمنت بريزنت يبقى المفروض يبقى فيه 3 ديسكريت ايبيسودز. الفيتال تون بعرفها ازاي؟ انه يبقى فيه 1 ايبيسود اوف فليكشن اند اكستنشن, يعمل فليكشن واكستنشن موفمنت. بنشوفها كتير قوي ان هو يعمل فليكشن اكستنشن للسباين او يعمل فليكشن واكستنشن للهاند, يبقى اي فليكشن اكستنشن موفمنت. الامنيوتيك فلويد اندكس لو اتمنى على البوكيت ان هو يبقى على الاقل عندي بوكيت مور ذان 1 سنتيمتر, لو ما عنديش خالص يبقى ده بديله زيرو. ده بالنسبه للبايوفيزيكال بروفايل. ايتش فاريبل نورمال بديله 2 وابنورمال بديله 0. يبقى الهايست سكور عندي 10 واللوست سكور 0. وكل ما زودت الفاريبلز, يعني انا ممكن اسس بس الفيتال موفمنت واديله 2 من 2, لا كل ما زودت الفاريبل كل ما افضل. يعني ممكن احسب من 8 من 8 او من 10 من 10, فكل ما زودت الفاريبل هيبقى افضل بالنسبه لي. الماتوريتي لو هي جريد 3 بتاخد 2, لو اقل من كده بتاخد 0. في الليت, في الليت بريجننسي, مش في ال بالظبط كده. ما عشان كده فيك بيشيلوها من ال بيعملوه 8 اوفر 8, لكن في بيحطوها عشان قلنا ان البلاسينتا الماتوريتي بتبقى ساين اوف لانج ماتوريتي, ان اللانج كمان ماتور وان البيبي مش هيجيله ريسبيراتوري ديستريس. دي كل التاني محطوطه الجدول ده, يعني اوقع ان انا امتى بحط السكور 2 وامتى بحط السكور 0 فور ذا جروس بودي موفمنت فور ذا بريزنج موفمنت. يعني حتى البريزنج موفمنت المفروض يبقى فيه 1 اور مور ايبيسودز اوف مور ذان 20 سكندز ويذن 30 مينتس. تاني عندي لانج بس هوريها لكم بقى اما نقفل البرزنتيشن دي. طيب لو انا لقيت بقى ابنورمال باي فيزيكال بروفايل يبقى لازم الجا بقى وقتها للدوبلر. الدوبلر في الفيتس بلجا له في تو سيتويشنز. اول حاجه فور اسسمنت اوف فيابيليتي, ودي تبقى في الايرلي بريجننسي, انا عايز اشوف الفيتس ده فيابل اور نوت, لان احنا قلنا ساعات في التو دي خصوصا لو الجهاز مش كويس ممكن الترانسميتد بالسيشنز فروم ذا مادر تبان لي كانها كاردياك بالسيشنز. فالدوبلر هيحل لي المشكله ان انا هشوف الايه النورمال كاردياك بالسيشنز. ده ديتكتنج ذا هارت بيتس ويز دوبلر. بس بقدر الامكان بحاول ان انا لو هو حاله نورمال ما احطش عليها دوبلر, لان برضو الدوبلر ده زي هاي انرجي التراساوند ويفز, فالاحسن ان انا ما احطهاش قبل 12 ويكس الا لو انا شاكه انه في ميسد ابورشن او ميسد كاردياك بالسيشنز. الفيتال ارتيريال دوبلر احنا بنقول احنا بنشوف الفيتو بلاسنتال سيركيوليشن. فكنا زمان نقيس الاول من اول اليوتراين بتاع المذر وبعدين البلاسنتال فيسلز وبنشوف الار اي فيها قد ايه وبعدين الامبلايكال, وبعدين لقينا ما هو الامبلايكال بيرفلكت البلاسنتال سيركيوليشن. لو البلاسنتال سيركيوليشن كويس وداخله في الامبلايكال فبقى الامبلايكال هو المين الميد اللي احنا بنقيس فيه هو الامبلايكال ارتر. الامبلايكال ارتيريال سيركيوليشن از نورمالي لو امبيدنس سيركيوليشن, لانه ما ينفعش البيبي نوقف عنده البلد حتى في الدايستول, فهي لو امبيدنس سيركيوليشن وذ انكريزد اماونت وذ ادفانسنج ايج. كل ما يكبر كل ما محتاج مور بلاد فيبتدي الار اي يقل مع الادفانسنج ايج. يعني لو ابتدينا بار اي 1 بننتهي باي ذا اند اوف بريجننسي باي ار اي 0.5 فور اكزامبل. ليها جداول برضو. الامبلايكال ارتري ريفلكت ذا ستاتس اوف ذا بلاسنتال سيركيوليشن اند ذا انكريز ان اند دايستوليك فلو ذات سين وذ ادفانسنج جستيشن از ذا ريزلت اوف انكريز ان ذا نمبر اوف ذا تيرشري ستيم فيلاي ذات مع البلاسنتال ماتوريشن بتبتدي الفيلاي تزيد ويبتدي البلاد يزيد. مشكله الامبلايكال ارتري في ايه؟ في الديزيزز ذات اوبليتريت ذا سمول ماسكولار ارتريز, يعني اللي هم الهايبرتنشن والدايبيتس. اي واحده هايبرتنسيف او دايبيتك لازم تعمل فيتال دوبلر, لانه العيين دول ساعات فجاه بيجوا بانترايتراين فيتال ديث نتيجه لان البلاد مش واصل كفايه.
فلازم نعمل امبلايكال ارتري فلو ان ذيس بيشنتس. ممكن الامبلايكال ارتري فلو يفضل لحد ما يبقى ريفيرسد، يبقى الار اي يبقى الاول ابسنت وبعدين يبقى ريفيرسد. لو انا لقيت ريفيرسد فلو في الامبلايكال ارتري، ذا بيبي ماست بي ديليفرد ات وانس ايميديتلي، نقول لها ما تروحيش، روحي على طول، لانه معناها ان الريفيرسد فلو ده البلاد بيرجع من الامبلايكال ارتري في الدايستول، يعني معنى كده ان هو مفيش اي بلاد بيوصل للبيبي، فالافضل ان هو يتولد حتى لو حط في حضانه من ان هو يقعد جوه. دي ده النورمال امبلايكال ارتري. المفروض طبعا في الامبلايكال ارتري بعلق على الانسرشن بتاعه، لانه ساعات بيبقى فيه ابنورماليتي في الانسرشن. بعلق اذا كان في 3 2 ارتريز اند 1 فين ولا لا، لانه سنجل امبلايكال ارتري بيبقى اسوشيتد مع الفيتال انوماليز. في الترانسفيرس فيو بشوف الامبلايكال ارتري زي الميكي ماوس كده، 2 ارتريز و1 فين. نعم الكورد. اسهل طريقه. طيب هو اسهل طريقه ان انت تجيب النك تي اس. فلو لقيت الكورد لافف داير داير حواليها، ده مش شرط برضو، 50% of cases بيبقوا نورمال، يعني ممكن يبقى عادي يلف ويفك تاني. لكن لو لقيت ترو نوت، لو لقيت الكورد كمان ملفوف وفي نوت ولقيت فيه high resistivity index in that part، يبقى ده كورد tied around the neck. هيعلى بقى، يعني هو لو على حسب الايدج برضو زي ما احنا قلنا، يعني لو لقيته مثلا 1 اوقات بتلاقيه 1، لو هو tied ده هتلاقيه 1. في طريقه تانية، لو انا مش عارفه اجيب النك تي اس كويس، باخد ال اس فروم سايد تو سايد. لو لقيت الكورد موجود اون بوث سايدز يبقى هو لاف، بس هو الاحسن طبعا ان انا اجيبه تي اس. عندي صوره كده ممكن اوريها لكم، بس ايه يعني ده النورمال امبلايكال ويف ويز نورمال هاي ريزيستيفيتي اندكس، ودي ريفرسد فلو ان ذا امبلايكال ارتري. فاضل اخر حاجه في ان احنا نشوف الميدل سيريبرال ارتري. مش هقول لكم بقى البيتن بلاش الدكتس ارتريوزس، يعني كفايه الميدل سيريبرال. لو الميدل سيريبرال ارتري المفروض انه في البيبي مش شغال، البيبي قاعد جوه ما بيعملش اي حاجه ولا حتى السنترز بتاعته شغاله، فبيبقى فيه هاي ار اي في الميدل سيريبرال ارتري اوف ذا بيبي. يعني حد كام؟ 0.8. لو ابتدى الار اي يقل عن 0.8 معناه ان الفيتس ده ديستريسد، في هايبوكسيا، فابتدى يحصل دايلاتيشن للسيريبرال فيسلز والار اي يقل. يعني معنى كده ان ما بيحصل لها دايلاتيشن، الدايستوليك فلو بيعلى وبالتالي الار اي بيقل. في الحاله دي هقول ان الفيتس ده ديستريسد، نعمل له كلوز فولو اب او ان هو يولد تولده احسن. اهو ده الميدل سيريبرال ارتري، دي السيركل اوف ويلز اهي، وده النورمال ميدل سيريبرال ارتري. شايفين ده بقى ابتدى الدايستوليك فلو يعلى بقى 0.7. لو زاد عن كده كمان يبقى دي كانت 39 ويكس وكانت خلاص هتولد سيزاريان، فقلت لها لا خلاص روحي ولدي بقى طالما ان ايه ان الار اي ابتدى يعلى.